نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أرحب بحضراتكم النهاردة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اللي بنعقده دائما بعد مجلس الوزراء. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة، ويمكن كنت قلت في المؤتمر الماضي، إن أنا هشرف هذا المؤتمر بحضور زميلي معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، عشان يكلمنا على ما تم إنجازه في ملف الصناعة اللي احنا كلنا مقتنعين ان هو ده قاطرة التنمية في المرحلة الحالية والقادمة للاقتصاد المصري. وهيعرض لحضراتكم بالتفصيل ما تم عمله وما تم إنجازه على أرض الواقع في هذا الملف المهم جدا 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 لكل مصر، مقتنعة ان هذا الملف هو اللي بيمثل المستقبل لتعافي الاقتصاد وقوة الاقتصاد. فبالتالي انا هترك المجال لسيادته ان شاء الله يعرض لحضراتكم بالتفصيل ما تم في الاربع شهور الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ويبقى يعني كل الأسئلة التي ستثار من حضراتكم تخص هذا القطاع المهم. ولكن أنا حدي بس بعض المقدمات البسيطة قبل ما أترك المجال لسيادته أنه يعرض لحضراتكم بالتفصيل. يمكن حدثين مهمين جدا هذا الأسبوع طبعا كانت القمة العربية الإسلامية الغير عادية اللي عقدت بالرياض، ويعني وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذه القمة، والكلمة المهمة والتاريخية اللي قالها سيادته في هذه الفعالية المهمة جدا، واللي أكد فيها على ثوابت السياسة المصرية، الرفض التام للعدوان اللي بيتم في فلسطين وفي لبنان، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير، وأن يكون هناك تدخل حاسم لإيقاف هذا العدوان الغير مسبوق والغير مبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وتمسك مصر بكل الثوابت اللي السياسة المصرية بتنتهجها في خلال هذه الفترة، وإن ما زال هناك الفرصة متاحة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفاديا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها. وبالتالي يمكن كل تحركات واللقاءات اللي عقدها فخامة الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وإن شاء الله يمكن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا إيقاف العدوان على أهلينا في لبنان بإذن الله. الحقيقة الحدث الآخر كان تشرفي بالنيابة عن فخامة الرئيس بحضور افتتاح المؤتمر قمة المناخ أو الكوب رقم في دورته 29 في باكو عاصمة أذربيجان. والحقيقة يمكن أنا عايز أقول لحضراتكم أن عنوان هذا المؤتمر هذا العام هو التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والدول الناشئة عشان تقدر تنفذ التزاماتها اللي هي تعهدت بيها في هذا المجال قدام العالم كله. وهي دي المشكلة اللي كان العالم كله بيتكلم فيها، وإزاي إن الدول والوعود اللي كانت وعدت فيما قبل إن يكون هناك في 100 مليار دولار سنويا من الدول المتقدمة للدول الناشئة عشان يعني تلتزم بالتعهدات اللي هي حطتها. والتحدي واضح تماما إن في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات ابتدت المستهدفات ممكن إنها تتأخر، وإن ابتدت الدول الناشئة بتطلب إن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض ميسرة، لأن عشان مش ممكن الدول النهاردة في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة جدا اللي موجودة يطلب منها أنها تلتزم بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض تلوث وتاخدها بقروض تجارية أو بأرقام النهاردة مش ممكن هتبقى الدول دي قادرة أنها تتحملها. فواضح تماما هذا الكلام كان في كل الكلمات اللي ألقاها الزعماء ورؤساء الحكومات اللي كانت موجودة، وحيبقى ده هو محور النقاش في خلال الأسبوعين القادمين طوال فترة انعقاد المؤتمر في خلال هذه الفترة. الشيء المهم جدا ان احنا اكدنا على مصر والدور الكبير اللي مصر بتعمله في هذا المجال المهم، ان احنا اطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وعندنا النهاردة مستهدفات واضحة ان احنا بحلول عام 2030 يكون نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة 42%، وكل دي مستهدفات
مستهدفات الدولة المصرية شغالة عليها بقوة، وبرنامج طبعا ومنصة نوفي، والبرنامج اللي احنا أطلقناه في كل مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن. والحقيقة هناك تقدير كبير جدا للدور اللي مصر بتعمله والأرقام اللي احنا بنعلنها على تحقيقنا لهذه المستهدفات. ولكن كانت الكلمة اللي احنا يمكن قلناها بالنيابة عن فخامة الرئيس التركيز على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات الميسرة لكل الدول الناشئة بما فيهم مصر عشان نقدر نسرع الخطى في تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة جدا والمهمة. خلينا ننتقل معاكم في بعض النقط الخاصة بالوضع الاقتصادي. ويمكن يعني أنا كنت موجود في أقل من 48 ساعة في أذربيجان، وفوجئت على طول بأن في إشاعة أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي أن هو يزود مخصصات الدفعة الجديدة ل 2 مليار بدل الرقم اللي موجود، واضطرينا أن احنا نطلع وننفي هذا الكلام. وطبعا يعني مقصود بوضوح شديد ان يعني نوعية هذه الاشاعات لمجرد تصدير ان مصر لديها ازمة عملة، واضطرينا ان احنا نوع يعني ننفي هذا الموضوع. وكان ليا لقاء الحقيقة ثنائي مرة اخرى مع السيدة مديرة صندوق النقد الدولي في اذربيجان، واسنت على كل الخطوات واكدت نفس الكلام اللي هي يعني الحقيقة قالته يوم المؤتمر الصحفي هنا، واللي عايز أكده لحضراتكم إنها نقلت هذا الكلام لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر. نقلت لمجلس الإدارة اللي هو بيبقى ممثل في كل دول العالم إشادتها بالإجراءات الإصلاحية اللي قامت بيها مصر، وإنها إن مصر ماشية ومتخذة الإجراءات السليمة في هذا الشأن. فأنا حبيت بس أقولها لحضراتكم لأن البعثة موجودة وإن شاء الله هتنهي أعمالها الأسبوع القادم، والأمور الحمد لله ماشية بصورة جيدة. فأنا بأكد هذا الموضوع. البنك المركزي طلع تقرير أرجو حضراتكم تكونوا تابعتوه عن تحويلات المصريين في الخارج، وورى إن أغسطس يعني الحقيقة الحمد لله الأرقام 2.6 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مقارنة ب 1.6 في أغسطس اللي قبله، وإن يوليو وأغسطس مع بعض 5.6 مليار. وربنا يا رب يديمها، الأمور ماشية بصورة مستقرة، وده اللي أنا حابب إن أنا أطمن بيه المصريين، لأن شغلنا الشاغل كله العملة والحجم العملة والوجود العملة. وإحنا الحمد لله بتابع مع السيد محافظ البنك المركزي مفيش أي اعتمادات ما بتتفتحش، الأمور ماشية بصورة جيدة جدا، وبأكد على ما يثار. بس مصر عليها التزامات دولارية هتسدد اقساط وفوائد كبيرة، عمرنا ما تأخرنا. وفي عز الأزمة وبفكر كل المصريين مفيش قسط أو حد طلع وقال إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها، كل ده معمول حسابه ومحسوب حسابه، وإن شاء الله إن احنا بنتحرك بقوة في هذا الشأن وبأكد عليه. يمكن يعني بنتهز يعني فرصة وجود زميلي معالي الفريق كامل الوزير النهاردة ويمكن هيتكلم عليه، ولكن هناك هذا الأسبوع كان هناك حدث مهم جدا أنا بعتبره إشارة شديدة الإيجابية فيما يخص ملف صناعة السيارات، في افتتاح مصنع عز العرب السويدي ولتصنيع العلامة التجارية الماليزية اللي هي بروتون ساجا، ودي كانت بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا. فرسالة مهمة جدا، بنتكلم على مصنع حينتج 40,000 سيارة في السنة كمرحلة أولى ويضعفها ل80,000، وهو ده اللي احنا كلنا بنستهدفه في صناعة وتوطين صناعة السيارات. وبنتكلم زي ما عرضت على حضراتكم قبل كده مع أكتر من شركة عالمية عشان يكون عندنا في خلال السنتين ثلاثة القادمين على الأكثر صناعة كبيرة جدا، تبقى مصر فعلا يعني مركز لهذه الصناعات المتطورة، وتشجيعنا كله على حتى الصناعات الخاصة بالسيارات الكهرباء وخلافه. وبالتالي يعني كل دي نقاط أنا بعتبرها نقاط مهمة. الجزء المهم أيضا هذا الأسبوع كان ملف ريادة الأعمال، وحضراتكم أكيد تابعته، هو تم تعيين بالفعل مستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف تحديدا، وهو واحد من الشخصيات المصرية الناجحة في هذا المجال وليه باع طويل فيه. والحقيقة النهاردة هذا الملف أنا قعدت مع 10 من أكبر شركات المصرية اللي تمثل قصص نجاح، 10 شركات مصرية حجم قيمتها النهاردة 3 مليار دولار،
عشان نعب عارفين حجم هذه النوعية من الشركات قد إيه نجحت، وبقت النهاردة بيتكلموا إن هم هذا القطاع بيدخل استثمارات أجنبية مباشرة في السنة $500 مليار، ولكن تعهدوا معايا مع إجراءات مطلوبة من الحكومة إن الرقم يصل إلى $5 مليار في 4 سنوات، يعني بنضرب في 10 أضعاف، وده كلها بحاجات مش مبالغ فيها ولا حاجات يعني مش هتتحقق، بالعكس ده هم نفسهم بيقولوا دي أرقام متحفظة، ولكن اهتمام الحكومة بهذا الملف هو اهتمام حميد جدا، وكلهم يعني فرحانين بهذا الموضوع، وإن شاء الله هذا الملف بإذن الله هنتحرك فيه بقوة في خلال الفترة الجاية. أنا مش حابب أن أنا أطيل على حضراتكم أكثر من كده، لأن الحقيقة معالي زميلي وأخي سيادة الفريق كامل لديه الكثير إن هو يشرحه لنا بالتفصيل في ملف الصناعة. النقطة الأخيرة عشان دايما الرأي العام، وأنا حابب أنها برضو أثيرها، طبعا الحكم المحكمة الدستورية اللي صدر هذا الأسبوع فيما يخص موضوع قوانين الإيجارات، وإن يعني الموضوع ده إحنا على طول يعني طبعا كل الاحترام والتقدير لحكم المحكمة الدستورية، والحكومة النهاردة بتعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذا في الاعتبار طبعا شواغل كل القطاعات اللي موجودة في المجتمع سواء الملاك أو المستأجرين عشان نراعي هذا الموضوع، ولكن الأهم إن احنا نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم في خلال المرحلة القادمة. أنا هتوقف عند هذه النقطة وأترك المجال لمعالي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إنه يجي يعرض لحضراتكم بالتفصيل الموضوع. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. امتلالا لكلام دولة رئيس الوزراء، النهاردة أنا ليا الشرف أن أنا ممثلا للمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية ومكلف من دولة رئيس الوزراء بقرار رئيس مجلس الوزراء هتشوفوه دلوقتي، وبتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية النهوض بملف الصناعة وبالصناعة في مصر، لأن هي فعلا هي خاطرة التنمية في مصر. كنا بنقول إن احنا في الفترة اللي فاتت عملنا بنية أساسية كتير، والبنية الأساسية دي هي اللي هتساعدنا إن شاء الله إن احنا نجري بسرعة ونتطور في الصناعة والزراعة والسياحة. صناعة وزراعة وسياحة من غير بنية أساسية ما ينفعش. فإحنا كدولة مصرية انتهجت نهج قويم وسليم. بدأنا الأول بمشروعات البنية الأساسية، ومشروعات البنية الأساسية ما هياش فقط مشروعات الطرق والكباري زي ما هو دايما الناس بتقول، لأ مشروعات الطرق والكباري أيوة، ولكن معاها السكك الحديدية، معاها الكهرباء، معاها الاتصالات، معاها المية والصرف الصحي، كل دي مشروعات البنية الأساسية. فالدولة المصرية بذلت مجهود كبير جدا في 10 سنوات الماضية في تطوير وتأهيل البنية الأساسية لمصر عشان نقدر نركب عليها التطور المنشود في مجال الصناعة والزراعة والسياحة. يعتبر قطاع الصناعة من الملفات الهامة التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وبناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل فورا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، ولتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. خلي بالكم احنا خدنا توجيه من فخامة الرئيس بالتحديد في 2019، وهو تحويل مصر إلى مركز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والحمد لله نجحنا فيه بشكل ما.
وبنكمل دلوقتي. برضو خدنا توجيه مع تشرفي ان انا توليت منصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة، وهو تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، وان شاء الله باذن الله كما نجحنا كحكومة مصرية في تنفيذ توجيه فخامة الرئيس في مجال النقل واللوجستيات والترانزيت والبنية الاساسية، ان شاء الله باذن الله ننجح في تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي. اسمحوا لي ان استعرض على حضرتكم ابرز ما تم في ملف التنميه الصناعيه منذ تشرفي بتولي حقيبه وزاره الصناعه في 3/7/2024. اول حاجه زي ما قلت من شويه، تم تشكيل المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه بقرار السير الدكتور مجلس رئيس مجلس الوزراء لسنه 2024 3/2/7/2024 برئاسه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعه والنقل وعضوية السادة وزراء البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء، البترول، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي والرقابة الإدارية. زي ما أنتم شايفين كل الوزراء المعنيين بالصناعة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بنحتاجهم في التنمية الصناعية أو إنشاء المصانع تم ضمهم إلى هذه اللجنة. تقريبا لحد الوقت عقدنا 10 اجتماعات، كل تقريبا أسبوع بنعقد اجتماع، بالإضافة إلى اللي هتشوفوه دلوقتي الاجتماع الأسبوعي اللي احنا بنعمله يوم السبت في هيئة التنمية الصناعية بوجود مستثمرين من كل محافظة، في وجود معالي المحافظ ومستثمري المحافظة والمعنيين بالتنمية الصناعية سواء من هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الصناعة عموما والمحافظة المختارة، ثم بنبدأ نتكلم مع كل المستثمرين ونحل مشاكلهم كلما أمكن. انتهت الاجتماعات دي اللي هي اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية إلى مجموعة من النتائج المهمة جدا اللي هبدأ استعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في مجال وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية. احنا بصراحة خدنا الاستراتيجية اللي كان البنك الدولي عاملها لأنها استراتيجية عامة كبيرة جدا وكلام استراتيجي كبير جدا، ترجمناه بشكل عملي وبشكل دقيق شوية وبشكل تفصيلي شوية عشان نطلع خطة النهوض، سمناها كده خطة النهوض بالصناعة المصرية قايمة على أرقام وحقائق وأسس واعتبارات علشان نقدر فعلا ننفذها ونجري بالصناعة المصرية إن شاء الله بإذن الله. ثم عرضنا الخطة التفصيلية دي على فخامة السيد الرئيس وصد عليها خلال الاجتماع المنعقد في 7/8/24، ومعايا السادة وزراء المجموعة وتشرفنا بوجود دولة رئيس الوزراء معنا. الخطة دي بتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7-8 مليون عامل سنويا، فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، يعني 7-8 مليون فرصة عمل وتنمية مهارات هؤلاء العاملين والحد من البطالة، تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج. يمكن الارقام مش هنقولها في الحتة دي، احنا انا علمت الرقم ده يوم ما كنا في مجلس النواب، احنا عندنا تقريبا 11000 وشوية 12000 مصنع متعثر ولا ينتج، ما بين النص تقريبا مصانع كانت بتنتج في وقت من الاوقات وتعثرت وتوقفت، والنص التاني نص فعلا يعني مش مبالغة، نص فعلا يعني حوالي 5000 وشوية مصنع بتنشأ وتوقفت نتيجة عدم قدرة المصنع أو المستثمر على استكمال مصنعه سواء المنشآت بتاعته أو حتى الآلات والمعدات والماكينات وخامات التشغيل. طب عملنا إيه في الكلام ده؟
هتسمعه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. الموقف التنفيذي للخطه العاجله للتنميه الصناعيه، تم بناء هذه الخطه على اسس واقعيه وحقيقيه احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعيه والمشروعات القوميه. حجم المواد والخامات الاوليه المتوفره بالسوق المصري. القدرات الانتاجيه للمصانع المصريه الموجوده حاليا وعدد وانواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص او الحكومي او الحربي. المراكز البحثيه والتكنولوجيه المتخصصه سواء التابعه للوزارات او للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمه تطوير الصناعه على اسلوب علمي. التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي واساسي في الانشطه الصناعيه. تقنين الاوضاع او تقنين اوضاع المصانع غير مرخصه والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي. عدد المصانع التي تطلب توسيع وزياده نشاطها بزياده المساحات المخصصه لها. وكنت بتكلم دلوقتي مع بعضكم على ان صاحب المصنع الجاد الملتزم اللي بينتج وعنده عماله كتير ومشغلها وعنده جنبه حته ارض فاضيه او تم سحبها من مستثمر اخر وطلب تخصيص هذه الارض، دي فرصه بالنسبه لنا ان احنا نستغل الارض كويس ونديها لهذا المستثمر الجاد. عدد المصانع المتوقفه عن الانتاج وعدد المصانع المتعثره في الانشاء والانتاج. طيب الاستراتيجيه دي تضمنت مجموعه من العناصر اهمها الوضع الحالي للصناعه المصريه، اهم التحديات الداخليه والخارجيه التي تواجه قطاع الصناعه، الرؤيه المستقبليه في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الاقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنيه التحتيه المتطوره وتغير السياسات الماليه والنقديه وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، استعراض الممكنات الرئيسيه لتنميه الصناعه، تحديد القطاعات المؤهله لتعميق التصنيع المحلي زي الصناعات الهندسيه والصناعات الكيماويه وصناعه الاساس والصناعات الغذائيه والصناعات النسيجيه والصناعات الطبيه اللي هي الدوائيه والصناعات الجلديه والحصرات الزراعيه والطباعه والتغليف. يستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجيه 6 سنوات من 24 الى 30 ان شاء الله، ويتم التنفيذ على 3 مراحل وفقا لعدد الانشطه والبرامج التنفيذيه لاخر كل مرحله، ولكن احنا جينا في وقت من الاوقات ودمجنا هذه المراحل الثلاثه لان لقينا ان لازم نتحرك بسرعه وفي كل الاتجاهات وفي وقت واحد. الخطه اتبنت على 7 محاور اساسيه. المحور الاول تعميق الصناعه من خلال انشاء مصانع جديده لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الانتاج المستورده وبجوده عاليه وباسعار منافسه للمستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين مصريين وعرب واجانب. يعني لان ان احنا بنستورد حاجات كتير جدا، قلنا طبعا احنا مش هنقفل الاستيراد، محدش يقدر يقفل الاستيراد، وما فيش دوله تقدر تشتغل لوحدها ولا تقدر تعيش على انتاجها لوحدها، ولكن لازم نصنع صناعات جيده و بثمن معقول بمواصفات عاليه جدا عشان تنافس المستورد اللي جاي، نقدر نكفي السوق المحلي من هذه الصناعات بجوده وبسعر منافس، والا هيخش المستورد. ما لو انا عملت صناعه برضه ولكن صناعه غير جيده او بسعر اعلى، المستورد هيخش برضه. فلازم يبقى عندي محددين مهمين جدا وهي الجوده والتكلفه. المحور الثاني زياده القاعده الصناعيه بغرض زياده الصادرات وخاصه الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الاوليه الموجوده بالفعل بالسوق المحلي او التي يتوفر تكنولوجيا انتاجها زي الحديد والالومنيوم، وبناء على المقومات الطبيعيه لمصر سواء زراعيه او صناعيه او تعدينيه، وبجوده عاليه ايضا وباسعار منافسه في سوق التصدير، لان برضه زي ما انا حريص ان احنا نعمل صناعات جيده علشان نمنع المستورد اللي ممكن يكون ارخص او اجود، نفس الكلام لازم نعمل صناعات للتصدير ولكنها برضه لازم تكون صناعات عالية الجودة ورخيصة الثمن او على الاقل ثمنها معقول علشان تقدر تنافس في الدول اللي انت عايز تصدر ليه. البدء الفوري لاعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة او المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري انشاؤها لاستكمال الانشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدي الى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الانتاجية. يعني احنا المصانع المتوقفة
احنا هنساعدها عشان تفتح. ايوه، علشان في ناس بتقول ده المصانع المتوقفه دي هيصدروها عشان ياخدوها يدوها لناس تانيين من عندهم او قرايبهم او اصحابهم. لا، المصانع اللي متعثره سواء كانت بتشتغل وقفلت توقفت عن الانتاج، او اللي ما زالت تحت التنفيذ ولكن لسه مش قادره تستكمل نشاطها او تستكمل مصنعها، احنا هنساعدها بكل ما اوتينا من قوه. مشاكل اداريه نحلها لها، مشاكل فنيه نحلها لها، مشاكل ماليه في استطاعتنا واستطاعه البنوك المصريه نحلها لها علشان ترجع هذه المصانع تعمل تاني وبقوه زي ما كانت بتشتغل، او تستكمل بناها علشان تبدا تدخل في المجال الصناعي. الاهتمام بتحسين جوده المنتجات المصريه للمنافسه بالسوق المحلي او التصدير للسوق العالمي. التوظيف من اجل الانتاج، يعني مش هنوظف ناس وخلاص، او نقول للناس بتوع القطاع الخاص شغل لك 500 600 واحد كل شهر او كل سنه وقعدهم ادوهم مرتبات من غير ما ينتجوا. لا، هنوظف ولكن من اجل الانتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطاله ورفع مستوى المعيشه للاسر المصريه. الاهتمام بتدريب وتاهيل القوى البشريه والعماله الفنيه من خلال الجهات التدريبيه التابعه للوزاره والمراكز البحثيه والجامعات المصريه للارتقاء بمستواها وحرفياتها، مما ينعكس على جوده الصناعه او تصديرها للخارج لجلب العمله الصعبه. برضو النقطه دي، احنا عندنا مراكز تدريب، 41 مركز تدريب في مصلحه الكفاءه الانتاجيه و120 محطه تدريبيه موجوده في المصانع. لقينا منها عدد كبير، مش هقول كلها، عدد كبير لا يؤدي رسالته، لا يؤدي مهمته. المهمه بتاعت المحطات دي او بتاعت المراكز التدريب دي مفروض هي ان هي تنتج منتج جيد. المنتج الجيد بتاعها هو ايه؟ هو المتدرب، هو العامل، هو الفني. لو انا بنتج عامل جيد بيتخطف من المصانع يبقى انا اديت مهمتي. لو انا بطلع ناس معاهم شهاده وخلاص، شهاده التلمذه الثانويه الصناعيه، وما بيشتغلش في المصانع، ده انا بضر المصانع وبضر البلد وبضر المركز التدريب نفسه والمحطه التدريبيه. فاذا لازم نهتم ب مراكز الكفاءه الانتاجيه، واحنا دعينا وتاني من خلالكم دعيت كل اصحاب المصانع وكل اصحاب الشركات اللي عايز ياخد مركز تدريب او ياخد محطه تدريبيه، واحنا كدوله نصرف عليها سنه واثنين وثلاثه زي ما احنا بنصرف عليها دلوقتي من ورش لمعامل لمدرسين، كل الكلام ده احنا بنصرفه فعلا، ومفيش خريج بالمعنى السليم ولا خريج جيد يقدر يفيد المصانع ويقدر يفيد الصناعة المصرية. فاحنا بنقول يا مستثمرين القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي، اللي عايز فيكو محطة تدريبية او مركز تدريب واحنا نصرف عليه زي ما قلت سنة واثنين وثلاثة، وانت خده تبناه زي في نماذج كتيرة جدا انا بحييها من خلالكو، زي المدارس الثانوية الفنية بتاعة الحاج محمود العربي، المدارس الثانوية الفنية بتاعة شركة السويدي محمد زكي السويدي واحمد السويدي وغيره وغيره. احنا عندنا 41 مركز نقدر نديهم ل 41 مصنع زي السويدي وزي محمود العربي، ويبقى عندنا فعلا مراكز تأهيل وتدريب وانتاج عامل وفن جيد يقدر يفيد الصناعة المصرية ويفيد نفسه طبعا. المحور السابع والأخير هو مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. الموقف التنفيذي برضو للخطة بتاعتنا بقى النهاردة في خلال ال 130 يوم اللي مروا علينا، تاني حاجة فيها غير الاستراتيجيات وتحديدها، تحديد آلية واضحة بحيث تكون هناك جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي. أطلقنا منصة مصر الصناعية الرقمية في 1/9/24 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار الخدمات أو لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين. من خلال حضراتكم
بقول لكل المستثمرين ما تقلقش، عايز تعمل مصنع هتروح جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية، هتقدم الأول على المنظومة منصة مصر الصناعية الرقمية في 1/3 وفي 1/6 وفي 1/9 وفي 1/12، وتم فعلا في 1/9 الماضي، وقريبا إن شاء الله في 1/12 تاني طرح. بنطرح كل الأراضي اللي موجودة. المنصة بالمناسبة ما هيش بس عشان تخصيص الأراضي، ولكن هي أهم مهمة فيها هي تخصيص الأراضي بمنتهى الشفافية ومنتهى النزاهة، وأي حد عايز حتة أرض يعرف هو عايز مساحة أرض قد إيه، النشاط بتاعها قد إيه، معاه فلوس ولا ما فيش معاه فلوس، يدخل على المنصة هيلاقي قطع الأراضي المناسبة ليه يقدم عليها. طب لو أكتر من واحد بيتعامل مفاضلة فنية ومالية بين الاثنين أو بين الثلاثة أو بين الأربعة عشان ناخد أحسنهم. طب هو المرة دي ما أخدش يقدم بعد 3 شهور، ده منتهى الشفافية وكل الناس شايفة. طيب هل هي بس تخصيص أراضي؟ لا، أي حد عايز ياخد رخصة نشاط بيقدم على المنظومة، أي حد عايز ياخد سجل صناعي بيقدم على المنظومة، أي حد عايز ياخد رخصة بناء بيقدم على المنظومة، أي حد عايز يستفسر عن أي معلومة بيقدم على المنظومة. خلاص أصبح الاتصال بين المستثمر وبين الموظف يكاد يكون معدوم تماما يعني. تشمل المرحلة الأولى للمنصة الخدمات التالية زي ما قلتها: تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، إصدار رخص التشغيل بالإخطار، المتابعة السنوية، وجاري إضافة خدمات أخرى زي إصدار رخص التشغيل المسبق وإصدار رخص البناء وإصدار السجلات الصناعية. وسيتم تباعا إطلاق باقي الخدمات حيث تم الآتي في 120 يوم المنقضي 130 يوم المنقضي. طرح عدد 1124 قطعة أرض بمساحة إجمالية 8.5 مليون متر مربع. ما كانش بيحصل أبدا طرح ده في سنة، السنة دي احنا أو المرة دي في خلال مرة واحدة من على المنصة والخريطة الاستثمارية طرحنا 8.5 مليون متر مربع في 1/9 الماضي في 14 محافظة، وقام عدد 1622 مستثمر بدفع مقدم الحجز 10%. يعني احنا عندنا 1124 قطعة أرض اتقدم، طبعا عدد أكبر من كده بكتير جدا، ولكن اللي دفع 10% اللي هي جديدة الحجز 1622، يعني أكتر من قطع الأراضي تقريبا 500 مستثمر. تخصيص 267 قطعة بمساحة حوالي 8.1 مليون متر مربع، وتم إرسال رسائل على المحمول وبالبريد الإلكتروني للمتقدمين لإختارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم 22/9/24. إحنا قلنا هناخد 3 أسابيع ونعلن، أسبوع بنتلقى المطالب أو الطلبات على المنصة على الخريطة الإسمالية، أسبوعين بنعمل فيهم التقييم الفني والمالي، ثم بنعلن بعد 3 أسابيع بالضبط 22 يوم كنا أعلننا نتيجة الطرح. طيب احنا كنا طرحين 8.5 مليون متر مربع، طب اجمالي قطع الاراضي اللي تم تخصيصها 8.1 مليون متر مربع، يعني ما كملناش تقريبا تمن اللي كان مطروح. طب الباقيين طب ما خدوش ليه؟ لان هتلاقي 8.1 دي كانت الاراضي المتميزه في مناطق متميزه بمساحات مطلوبه هي اللي كان عليها اقبال كتير. طب في اللي جاي هينزل بقية الأرض 8.5 مليون بالإضافة إلى شواغر أخرى تم إضافتها بالإضافة إلى أراضي أخرى تم ترفيقها، وبالتالي هتزيد المساحات عن كمان 8.5 مليون متر مربع. تم إنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم، وتم زيارة الموقع ل 27301 تقريبا خلال شهر سبتمبر فقط. 2 تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية. الموضوع ده موضوع مهم جدا، كان المصنعين والمستثمرين بيشتكوا ان بيروح لهم كل يوم 15 مندوب من 15 وزارة او 15 جهة مختلفة،
وكل واحد يروح يطلب مطالب زي ما هو عايز. ده يقول له الباب يبقى في اليمين والتاني يقول له لا الباب يبقى الشمال. ده يقول له ارتفاع المبنى مش كافي والتاني يقول له لا ده المبنى عالي قوي. ده يقول له انت مخالف للبيئة والتاني يقول له لا ده انت مش مخالف للبيئة. وتضارب في الاختصاصات وتضارب في الرؤى وكل واحد يقول اللي عايز يقوله. قلنا الكلام ده ما ينفعش. ما فيش حاجة اسمها كل واحد يروح للمصنع لوحده يقول للمصنع انت مخالف يطلع له قرار اغلاق يبقى انا مش هنسيب مصانع تشتغل. جينا قلنا لا ده الكلام ده ما ينفعش عشان نسهل الاجراءات وعشان نشجع الناس وعشان نطمنهم وعشان نديهم ثقة ان الدولة المصرية فعلا راغبة في رفع الصناعة وتطوير الصناعة ومساعدة المصنعين. قلنا هي لجنة واحدة تطلع برئاسة مندوب من هيئة التنمية الصناعية. يطلعوا كلهم يفتشوا مع بعض هم واقفين طالعين في وسيلة مواصلات واحدة طالعين كلهم يفتشوا مع بعض بيكتبوا تقرير واحد. اي واحد فيهم شاف ملحوظة موجودة بسيطة في المصنع بيقف يقول للمصنع انت عندك الملحوظة الفلانية انت عندك العيب الفلاني اعمله دلوقتي واحنا واقفين احنا معاك طول النهار اعمل صلح الموضوع ده غير الحوض ده نظف المكان ده طهر المكان ده كل الكلام ده مسموح. طب ده سهل يتعمل يتعمل. طب لو في حاجة بقى عنده مكنة عطلانة مكنة بتطلع منتج مش مظبوط مكنة هتاخد وقت يديله اسبوع يقول له لو سمحت انت عندك العيب الفلاني لفيه خلال اسبوع. لو انت لفيته خلال اسبوع يوم 2 3 4 5 ابعت لي او كلمني هاجي لك خلال الاسبوع مش هستنى عليك اسبوع. طب لو انت ما لفتوش انا هاجي لك بعد الاسبوع وساعدك تاني وتالت شهر واتنين وتلاتة عشان احنا مصرين انك انت تشتغل مش عايزين نقفل مصانع زي المصانع المتعثرة والمغلقة. فده ادى ثقة كبيرة جدا للمصنعين المصريين بدأوا يشتغلوا بيشتغلوا هو مش خايف محدش يقدر يقفله المصنع الا اللجنة لما خلاص بقى 3 شهور و3 مرات تروح ويرجع يروح ويرجع ومصر صاحب المصنع ان هو ما يصلحش بيجي يرفعه تقرير مجمع اللجنة وكل عضو في اللجنة شايف العيوب من وجهة نظره بيكتبها بيتعرض عليا التقرير شخصيا. انا الوحيد اللي من حقي اطلع مذكرة لدولة رئيس الوزراء اقول له انا شايف ان المصنع ده يتقفل. دولة رئيس الوزراء يصدق على غلق المصنع نتيجة ان هو مصنع مخالف مصنع لا يتبع اسلوب السلامة والصحة المهنية لا يطبق الاشتراطات البيئية ما عندوش امن ما عندوش وقاية من الحريق حاجة قوية جدا تستوجب قفل المصنع. هنقفل المصنع ما حدش يقول ان احنا مش لا احنا مش هنقفل المصانع على اسباب وهي اسباب بسيطة اسباب يمكن تداركها اسباب يمكن حلها ولكن مصنع مخالف ومخالفته تمس صحة الانسان او امنه احنا مش هنسيبه برضه وهيتقفل المصنع لحد ما يوفق اوضاعه. تم تفعيل خطة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي ما قلت وقامت اللجان المشتركة وفعلا بتباشر مهمها دلوقتي. وعايز اقول لحضراتكم ان خلال ال4 شهور اللي فاتوا دول برضو مفيش مصنع اتقفل. فتشنا وصوبنا وصلحنا ولكن مفيش مصنع اتقفل الحمد لله. تحديد منظومة شكاوي لتلقي الشكاوى للمستثمرين. عملنا منظومة للشكاوي تلقينا عليها لحد النهاردة 783 شكوى منهم 440 شكوى لطلب تخصيص أراضي صناعية و68 شكوى لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي و63 شكوى لعدم توصيل المرافق سواء كهرباء أو غاز أو مية و46 شكوى لاعتبارات مالية 256 شكوى متنوعة تم حل 162 شكوى من هذه الشكاوي نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا. اي حد بيقدم شكوى اي حد من حقه يشتكي واحنا بننظر فيها كل الاجهزة المختصة في وزارة الصناعة ثم بنحلها لو هي من وزارة اخرى بنحل بنرد عليه. طب عايز حل مجمع اثناء الانعقاد الاسبوعي للمجموعة لوزارة التنمية الصناعية بنحل ونبلغ على طول المستثمر. ده احنا في بعض الاحيان
بنجيب مستثمر او مجموعه من المستثمرين طبقا لنشاط معين بنجيبهم يحضروا معانا المجموعه الوزاريه التنميه الصناعيه يوم الاحد من كل اسبوع عشان هو يعرض مشكلته من وجهه نظره وطالما متداخل فيها اكتر من وزير عشان نقدر ناخد قرار ونحل على طول. منح المشروعات المتعثره خارج البرنامج الزمني مدر اضافيه. احنا جينا عملنا مدر اضافيه عشان يعني الموضوع ما هوش موضوع قطم رقبه وهو تعنت وخلاص، لا ده احنا كمان قلنا احنا زي ما هنمنع وهتشوفوا دلوقتي زي ما هنمنع تسعير الاراضي احنا ايضا المصانع المتعثره اللي ما كانتش قادره تكمل في الخطه الزمنيه هنديها مهل، هنديها مهل عشان نساعدها. احنا الهدف اساسا ان احنا نساعد الناس مش عشان ناخد منهم الاراضي ولا عشان نقفلهم المصانع، لا ده العكس تماما. فدينا مهل، صدرت موافقه المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه على المهل الزمنيه الاتيه وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقه. قعدنا كمجموعه وزاريه التنميه الصناعيه وده كان اجتماع ده كان برئاسه دوله رئيس الوزراء وطلعنا المهل الاتيه. قلنا ايه؟ المشروعات التي حصلت على رخصه البنى وقامت بتنفيذ نسبه بنائيه اكثر من 50% من رخصه البنى تمنح مهله وقتها خلص يعني. تمنح مهله بحد اقصى 6 شهور مع الاعفاء الكامل من غرامه التاخير. يعني انت خلاص اتاخرت وتعديت البرنامج الزمني وما خلصتش في الميعاد بتاعك هنديلك وعديت 50% خلاص قربت تخلص هنديلك 6 شهور تكمل فيهم من غير غرامه خالص. طب المشروعات اللي حصلت على رخصه البنى ولم تقم بتنفيذ اي نسبه بنائيه او قامت بتنفيذ نسبه بنائيه اقل من 50% طبقا لرخصه البنى تمنح مهله بحد اقصى 12 شهر هنديك 12 شهر مع الاعفاء من نسبه 50% من غرامه التاخير. يبقى 6 شهور اللي انا عفيت منهم الراجل الاولاني هديك 6 شهور زيهم بس هفرع عليه غرامه التاخير 6 شهور. يبقى انا اديتك نفس اهو اديتك سنه 6 شهور على حسابك لان انت اتاخرت مش انا وست شهور على نفقه الدوله او مش هنطالبك بغرامه عشان تلحق تخلص المصنع بتاعك. واي مصنع عمل 50% اعتقد يقدر يخلص في سنه واقل من كده كمان. المشروعات التي لم تحصل على رخصه البنى يعني خد الارض وقعد ما بناش ولا خد حتى رخصه بنى ده اللي كان واخدها عشان يسقعها ومش هيقدر يسقعها ولا هيقدر يبيعها من النهارده ازاي هتعرفوا بعد شويه. ولم تقم بتنفيذ اي نسبه بنائيه على الارض تمنح مهله بحد اقصى 18 شهر يعني انت ما عملتش حاجه خالص هنديك 18 شهر ولكن ال 18 شهر هنعفيك من 6 شهور برضه زي الاولاني وناخد عليك غرامه سنه انت تقدر تشتغل في 18 شهر ايوه تخلص. طب انت مش قادر من دلوقتي تعالى ارجع تاني وروح هيئه التنميه الصناعيه اتنازل عن الارض وخد فلوسك لانك مش هتقدر تبيعها في السوق السود. رابع حاجه المشروعات التي تعدت المهله تعدى المهله خالص ولم يتم تخصيص الارض لمستثمر اخر هو تعدى المهله وما عملش حاجه خالص ولا خد رخصه والارض بتاعته لسه ما تخصصتش لمستثمر اخر حتى لو كانت اتسحبت منه وانت عايزها عندك رسومات عملتها عندك دراسات جدوى عملتها كان عندك فكرة مصنع وما قدرتش لأي سبب من الأسباب تعالى هندي لك الأرض يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص. اجمالي عدد الطلبات اللي اتقدمت للهيئه في الفتره اللي فاتت علشان توفق اوضاعها وتاخد مهل 99 طلب منهم 38 طلب كانوا نفذوا اكتر من 50% وده مش هيدفع حاجه 25 طلب نفذ اقل من 50% 34 طلب اراضي فاضيه خالص ما عملش حاجه 2 طلب ارضهم كانت مسحوبه ده واقع موجود بمجرد ما الناس شافتنا بنسهل وجادين وعايزين نساعدهم وهو جد ايضا مش هقول بقى عشان نعرف انه مش هيقدر يبيع الارض لحد تاني لا هو جد ايضا فجالنا جاري وساعدناه 99 طلب وحللنا لهم مشاكلهم الحمد لله. كل شهر كل 2 كل 3 لما نحل 20 30
مشكله من المصانع المتعثره او اللي كانت ما بنوش، زائد الجديد اللي هتسمعوه دلوقتي وهتشوفوه ده، يبقى احنا باذن الله ماشيين على الخط الصح ان شاء الله. اقرار ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الاراضي الصناعيه وعدم بيعها او تاجيرها. طبقا لموافقه مجلس الوزراء، فقد تم وضع ضوابط بكراسه طرح الاراضي الصناعيه تتضمن شروط ومعايير واضحه وصارمه لتقييم المتقدمين على الاراضي الصناعيه، بما يضمن تخصيص الاراضي للمستثمرين وليس لتجار الاراضي الصناعيه، وعلى ان تتضمن كراسه الطرح ما يلي: التزام كافه جهات الولايه بحظر اي اجراء ناقل للملكيه على الاراضي الصناعيه الا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الارض واثبات الجديه عليها، واستخراج رخصه التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفتره لا تقل عن 3 سنوات. التزام كافه جهات الولايه بحظر اي اجراء بموجبه يتم تاجير الاراضي الصناعيه للغير قبل قيام المخصص له باثبات الجديه واستخراج رخصه التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفتره لا تقل عن 3 سنوات. ايضا التزام كافه جهات الولايه بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المخصص له باثبات الجديه واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفتره لا تقل عن 3 سنوات. اقرار ضوابط ومحددات لعدم التنازل. طبعا تاني حاجه منها على طول صدر كتاب ترجمه للي احنا طلعناه، صدر كتاب دوري من السيد رئيس مصلحه الشهر العقاري والتوثيق بشان حظر تحرير توكيلات تتضمن تنازل عن الاراضي الصناعيه الا بعد موافقه الجهات صاحبه الولايه طبقا لتوجيهات السيد المستشار وزير العدل. وده امام حضراتكم طالع التوجيه والتعميم بعدم تسجيل او بيع او توكيلات لاراضي. ترتيب القطاعات الصناعيه للحصول على دعم من مبادره تمويل الصناعه. احنا كان عندنا مبادره ب 11% اترفعت ل 15% بعد ارتفاع سعر الفايده. هذه المبادره جددناها ب 15%، محطوط لها سقف يعني مبدئيا 8 مليار جنيه مصري. جينا قلنا ان احنا هندي المبادره دي لكل اللي بنى مصنع وعايز يجيب المعدات ومواد التشغيل، او عايز يرفع راس المال العامل ده نديله بسرعه. طب يعني مفتوحه؟ لا، قلنا برضه هناخدها بترتيب اولويات او بترتيب قطاعات زي ما هو موجود قدام حضراتكم: صناعات الادويه، ثم الصناعات الهندسيه، ثم الصناعات الغذائيه، ثم صناعه الملابس الجاهزه والغزل والنسيج، ثم الصناعات الكيماويه، وصناعه التعدين، وصناعه مواد البناء. طب لما عملنا الاسبقيات دي ادت ان احنا في واحد طلب وما اتاخدش؟ لا، ال 8 مليار الحمد لله تم تخصيص منهم 7.7 مليار لكل من طلب، كل من تقدم لوزاره الصناعه او اتحاد الصناعات عشان ياخد يستفيد بالمبادره بالقرض ال 15%، تم تسجيله وتحويله الى وزاره الماليه، وان شاء الله باذن الله هيبداوا يصرفوا قريب جدا. احنا كنا بنقول بقى بالترتيب اللي احنا عملناه ده، ولكن كل الناس اللي قدموا من كل القطاعات دي هياخدوا ان شاء الله باذن الله ويستفيدوا بالمبادره. خطيبنا البنك المركزي بالناس، احنا بقولنا ان المتعسر ماليا، المتعسر اداريا وفنيا، احنا ان شاء الله باذن الله جديرين وقادرين ان احنا نحل له مع باقي اجهزه الدوله. ولكن المتعسر ماليا بدانا خطبنا البنك المركزي والبنوك، خطبنا مبادره ابدا، خطبنا اتحاد الصناعات، علشان كل من هو عنده تعثر مالي يتقدم لهذه الجهات اللي تقدر تموله وتقدر تساعده عشان يتحركوا. واحنا في سبيلنا ان شاء الله باذن الله ان احنا ايضا نحل مشاكل متعثرين ماليا. الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية. إحنا لقينا في بعض المناطق الصناعية ما فيش فيها مرافق، أو فيها مرافق ولكن فيها أعطال كتير. وشفنا فكرة المطور الصناعي، لأن المطور الصناعي بيعمل صناعات كومباوند صناعي، حاجة متطورة وحاجة جميلة فيها أمن وصيانة ونظافة وكل حاجة.
فقلنا نطبق فكرة المطور الصناعي، جينا المناطق اللي كانت وخاصة في صعيد مصر كانت ألف وقت من الأوقات كده الأرض اللي عايز يعمل مصنع يروح يعمل ببلاش، ولكن مش هنوصل المرافق. طبعا كان مفروض يواكبوا ان يتعمل جمعيات او المحافظات تتحرك وتعمل جمعيات للمستثمرين عشان يوصلوا المرافق ويبدأوا يصينوها، لانه انشأ المصنع وخد الارض ببلاش وسعر الارض اساسا مبني على تكلفة المرافق. فانت خدت ارض ببلاش يبقى لازم تعمل مرافق، محدش عمل مرافق. فجينا عملت لقاءات مع كل السادة المحافظين اللي عندهم مناطق صناعية بالمنظر ده، واتفقنا معاهم ان احنا كوزارة صناعة كهيئة تنمية صناعية هتساعد شوية تدفع التلت، والمستثمرين يدفعوا التلت والمحافظة تدفع التلت، وننشئ شبكة المرافق او نستكملها او نرفع كفايتها ونجددها، ثم نشكل جمعية من المستثمرين نقول لهم اتفضلوا المنطقة بتاعتكم الصناعية بمرافقها جاهزة، اتفضلوا ديروا وصينوا وامنوا زي ما انتم عايزين وتولوا ادارة منطقتكم. القطاع الخاص هو اقدر، بدل ما انا اخش كدولة واتكلف فلوس وممكن ما ديرش زي القطاع الخاص، لا القطاع الخاص يعمل جمعية مستثمرين يبدأ يدير ويصين المنطقة الصناعية بتاعته. جينا لقينا في بعض المناطق مش لاقين فيها اراضي وعايزين نعمل مصانع فيه، قلنا هنعمل من نموذج القرية المنتجة والمحافظة المنتجة، مثلا بني سويف والفيوم والمنيا مناطق، ويمكن في بعض المناطق في محافظة الغربية بتتميز بإنتاج النباتات العطرية اللي ممكن يستخرج منها المستحضرات التجميل والعطور وغيره. فجينا قلنا ندور مع عند كل الوزارات أي أرض فاضية أو أي أرض يمكن أن تستغل في المصانع، بدأنا ندور عليها وناخدها بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى. لقينا في عندنا 82 هنجر كانوا معمولين هناجر أو شوان كانت معمولة عشان تجميع الغلال ولكن ما اشتغلتش بالطاقة الكافية. لقينا عندنا 16 مصنع كانوا مخصصين لتجهيز وجبات التغذية المدرسية. أيضا نسأنا مع وزارة الزراعة ومعالي وزير الزراعة لم يتردد، وطلعت لجان مشتركة من عندنا ومن وزارة الزراعة عينت هذه الشوان وهذه المصانع، ودلوقتي جاري إعادة تخصيصها أو إعادة طرحها على المستثمرين داخل كانت شونة جنب في قرية داخل قرية. وطبعا القرى عارفين إن ما فيش أراضي نعمل عليها مصانع لأن ما بنيش على أراضي زراعية، ولكن لما يكون في شونة فاضية وغير مستغلة نقدر نستغلها، وده من هنا نقدر نحل مشكلة المصنعين اللي عايزين يعملوا مصانع للأنشطة اللي قايمة على مواد وخامات أولية موجودة في هذه القرى وتشغيل شباب هذه القرى. كذلك وزارة قطاع الأعمال نسأنا معها عندها أراضي سواء بتاعت مصانع تم تصفيتها أو مصانع أو أراضي فاضية في مصانع سابقة، برضو نسأنا معها هي والإنتاج الحربي نفس الكلام عندهم 21 قطعة أرض، وخدنا بيانات الأراضي دي. وكل مستثمر بيجي لنا كل يوم بيجي لنا مستثمرين ياخدوا أراضي، أول حاجة بقول لهم لأن الأراضي دي أراضي مرفقة، أراضي وصل لها المية والكهرباء وبعضها فيها الغاز والمازوت وطبعا الصرف الصحي والطرق وصل لها، بنقول له طب روح ونكلم معالي وزير الإنتاج الحربي أو وزير قطاع الأعمال، اطلع على وزارة قطاع الأعمال اتفق معاهم خد الأرض. وفعلا الموضوع ده أسمر عن شركتين الأسبوع اللي فات في منطقة مصانع حلوان الغزل والنسيج. حصر شواغر الأراضي الصناعية المرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات المرنية لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/24. وزارة الإسكان كانت بتطرح الأراضي عن طريق هيئة المجتمعات المرنية الجديدة لأن الأراضي في ولايتها، إحنا وقفنا هذا النظام عشان ما يجيش التنمية الصناعية يقول له ندرس له المصنع ونقول له احنا موافقين نعمل لك المصنع، وبعدين يروح الاسكان يدور على الارض المناسبة يلاقي او ما يلاقيش، وبعدين يجي تاني الصناعة عشان ياخد الرخصة، وبعدين يروح الاسكان يدفع الفلوس، وبعدين يرجع تاني ياخد رخصة التشغيل. الكلام ده طبعا لغناه تماما، وبقت هي جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية هي اللي بتخصص الاراضي وتصدر رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي. ايضا نسانا مع وزارة الاسكان
يعني كان في بعض المناطق الصناعية الكبيرة عليها إقبال من المطورين الصناعيين، فنسأنا برضو مع وزارة الإسكان ما تبقى عندها من أراضي كان يمكن تخصيصها بمساحات كبيرة للمطورين أخذناها، أو امتداد أكتوبر بالكامل أو أكتوبر الجديدة زي ما بيسموها أخذناها كتنمية صناعية، وبدأنا نطرح فيها دلوقتي على المستثمرين وعلى المطورين الصناعيين. العاشر من رمضان منطقة صناعية ضخمة جدا، كبيرة جدا، واعدة جدا، عليها طلبات كتيرة جدا. فجينا لقينا الأراضي اللي كانت مخصصة للأراضي الصناعية تقريبا بدأت تتقلص وبدأت تقل قوي، فعملنا مذكرة عرض، وإن شاء الله بإذن الله نصدى على إضافة المساحة اللي باللون الأصفر دي والمساحة اللي باللون الأزرق والتانية اللي باللون الرصاصي دي، علشان نضيف للعاشر من رمضان مساحات تقريبا قد او اكتر من المناطق الاصليه اللي كانت مخصصه. يعني هنا بنضيف 12,000، هناك 13,000، 6,000، يعني تقريبا بنتكلم في حوالي 31,000 فدان تقريبا المخصص دلوقتي او اللي موجود دلوقتي 10 من رمضان تقريبا 24,000. يعني انت بتزيد عنها ان شاء الله في الفتره القادمه. طالما في اقبال وطالما في جديه احنا هندور وهنلاقي وهنرفق، وعندنا اراضي كتير طبعا غير برضو اللي بعدها مدينه السادات، برضو دورنا على الأراضي الفاضية وبدأنا ننقل ولايتها لهيئة التنمية الصناعية. نفس الكلام في بني سويف، كان عندنا كومة براضي، كان في أراضي فاضية كانت معمولة غابات شجرية لما كان في محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي والصحي. طبعا دلوقتي المحطات دي بقت ترمي على الشبكة، شبكة الصرف الصحي، بقت الأراضي زي الأرض اللي فوق دي خلاص ما عادش فيه حاجة الغابة الشجرية، فبناخدها دلوقتي ونعملها برضو مجموعة من المصانع، بالإضافة للمنطقة اللي تحت دي امتداد برضو المنطقة الصناعية. يعني بياض العرب أيضا في بني سويف، جمصة في محافظة الدقهلية لقينا برضو جمصة، محافظة الدقهلية محافظة كبيرة جدا، جنبها في اتجاه الغرب منها محافظة الغربية وكفر الشيخ، في الشرق منها شرق دمياط وبورسعيد. لقينا ان المنطقه الصناعيه بتاعه جمصه كامله 100%، في مطالب كتير جدا للتوسع في جمصه. ايضا درسنا منطقتين، منطقه غابه شجريه ومنطقه كانت موقوفه من زمان على ان فيها يعني اثار لبعض القطع الاثريه او ما شابه. احنا بنسأنا مع وزارة السياحة والأثار عشان فعلا نبدأ ننقب في هذه الأرض ونشوف إن كان فعلا فيها أثار تستغل بشكل جيد للسياحة. لو ما كانش فيها أثار نقدر ناخدها نتحرك فيها في التنمية الصناعية. أيضا نسأنا مع وزارة الإسكان علشان الأراضي اللي ما زالت الناس بتبني فيها، واحنا قلنا لهم ابنوا على ما نكمل لكم المرافق هنخلص لكم المرافق، نسانا مع وزارة الاسكان عشان نخلص المرافق بسرعه، يبقى اول ما تخلص المصنع بتاعك نقدر ان شاء الله نوصل لك المرافق بتاعتك وتشتغل. العمل على توطين الصناعه، الصناعات الواعده. احنا جينا لقينا صناعات مهمه جدا بالنسبه لنا في مصر. باختصار خالص احنا عندنا في مصر ازمه طاقه وازمه ميه. طب يبقى نعمل ايه؟ نشوف الصناعات اللي ممكن تعوضني عن الطاقه والصناعات اللي ممكن تعوضني عن الميه. طب الصناعات اللي تعوضنا عن الطاقه هي ايه؟ كل ما هو انتاج الواح للطاقه الشمسيه، كل ما هو انتاج للويند تيرباين او الـ يعني طاقه الرياح، تنفيذ توليد الكهرباء من طاقه الرياح، توليد الكهرباء من الهيدروجين او يعني استخدام الهيدروجين الاخضر كبديل للطاقة، ازاي نصنع هيدروجين اخضر، ازاي نعمل برضو من المية المتاحة برضو كهرباء. كل الكلام ده رايحين في اتجاه نصنع الحاجات اللي تخلينا نولد طاقة ونبعد عن الغاز والبترول اللي اصبح محدود بالنسبة لنا ولا يكفي للتوسع في الصناعات الجديدة وتلبية طموحاتنا وأملنا. نفس الكلام المية، احنا عندنا مشكلة في المية. طب نعمل ايه؟ ما قدمناش حل غير اتنين، يعني حل مية بحر، يعني عالج مية صرف صحي وصناعي. يبقى لازم نعمل بداية الأغشية، الممبرين اللي هي بيبقى قلب الفلتر بتاع تنقية
او تحليه الميه لو كانت ميه صرف صحي او لو كانت ميه بحر. دي صناعات مهمه جدا بالنسبه لنا. بالاضافه بقى لصناعه السيارات، صناعه مهمه جدا، احنا بدانا نعمل صناعه سيارات. احنا كان عندنا تجميع سيارات او تجاره سيارات، تجاره سيارات او تجميع سيارات من خامات ومكونات كلها مستورده من الخارج. بدانا الوقت الحمد لله زي ما دوله الرئيس قال قدامكم اول امبارح يوم الثلاث افتتحنا مصنع بروتون ساجه بالتنسيق مع او بالتعاون ما بين شركه بروتون الماليزيه وتحالف عز العرب السويدي، ينتج 40,000 سياره سنويا، هيتحول الى 80,000 سياره من السنه الثانيه. لسه مضيين موقعين تحالف ما بين بايك الصينيه وبين المهندس خالد نصير علشان ايضا نعمل اربع موديلات من السيارات جديده، منها واحده كهرباء. تحالف جنرال موتور منصور لانتاج عربيه اوبترا جديده مع ثلاث نماذج اخرى منهم عربيه كهرباء. يعني بدانا نضغط بشكل كبير جدا في صناعه السيارات. طب صناعه السيارات فقط؟ لا، احنا عندنا مشكله في الكاوتش، ما بننتجش كاوتش السيارات حتى الان، بننتج الكاوتش بتاع اللواري والاتوبيسات الكبيره والكاوتش الخاص للتوك توك والموتوسيكل والحاجات الصغيره، وما بننتجش ولا فرد كاوتش في مصر من كاوتش السيارات الملاكه. فبدانا نتحرك بسرعه مع كل المستثمرين ومع كل سواء مصريين سواء عرب سواء اجانب علشان نعمل الكاوتش ونعمل البطاريات، سواء بطاريات السيارات او بطاريات تخزين الطاقه او الكهرباء المولدة من الطاقه الشمسيه. مواتير رفع المياه، ما عندناش الصناعه دي، ما عندناش بوليستر. بدانا حددنا زي ما احنا كنا محددين قبل كده 152 فرصه استثماريه، حددنا ودول الحمد لله اشتغلنا فيهم وانتجنا منهم عشان نقلل وارداتنا ونزود صادراتنا. احنا بقى دلوقتي حددنا 21 صناعه واعده، وصناعه هامه جدا بالنسبه لنا في مصر، وان شاء الله باذن الله نعملها ونكفي كل احتياجاتنا منها بل ونصدر. وانا قلت معظمها الطاقه الشمسيه والسيارات والبطاريات ومكونات طاقه الرياح ومكونات محطات تحليه المياه والمعالجه، البان الاطفال، الالومنيوم، المحولات الكهربائيه، المواسير غير الملحومه، مواتير رفع المياه، مواتير الاجهزه، البوليستر، الصودا اش، كلها موجوده قدام حضراتكم. 21 صناعه واعده عندنا عجز فيها ونقدر ننافس فيها، نقدر نعملها، نكفي احتياجاتنا وننافس فيها ان شاء الله باذن الله. النظر في اجراء تعديل تشريعي لتقنين اوضاع المصانع المقامه على اراضي زراعيه. زي ما الدوله نظرت في تقنين اوضاع المباني السكنيه اللي مقامه على اراضي زراعيه، ايضا احنا عندنا منشات صناعيه كانت مبنيه على اراضي زراعيه او منشات صناعيه انشأت داخل مزرعة دواجن، داخل مزرعة مواشي، يعني تحول النشاط المنشأة المبنية بس للغرض الزراعي اتحولت لنشاط صناعي، فخلاص هي بقت موجودة. بس جينا قلنا لحد توقيت معين اللي هو كان فيه توقيت التقنين، ان لم تخن الذاكرة شهر اكتوبر 23، قلنا لحد التوقيت ده يوم ما صدر قانون او تقنين اوضاع المباني السكنيه لحد كده هننظر ونعدل تشريع عشان نقنن هذه الاوضاع. ولكن اللي هيعمل بعد كده منشاه صناعيه على ارض زراعيه هتتشال لا محاله، مفيش كلام. احنا بنقول طيب يعني ما كانش حد عارف، ما كانش حد واخد باله، ما كانش في ارض كافيه اتعمل عليها مصانع، ولكن الوقت اصبح احنا بنقول واصبح عندنا اراضي واراضي بوفره عشان نعمل عندها مصانع ومرفقة وكل حاجة، يبقى مش من حقك ولا تروح تعمل مصنع على أرض زراعية. يعني وزارة التجارة الخارجية والاستثمار خدنا معها إجراءات كبيرة جدا عشان حماية المنتج المحلي، سواء إجراءات حماية أو إجراءات ضد الإغراق أو ما شابه، بحيث ان احنا نحافظ على بطرق قانونية وبطرق ما فيش فيها تعسف مع حد،
وبرضو ايضا زي ما احنا قلنا احنا مش هنقدر نقفل كل الواردات، ولكن اللي احنا محتاجينه واللي اجود من الصناعه اللي عندنا هيخش. تم اخراج التيسيرات والحوافز التي تقدمها وزاره البترول والثروه المعدنيه ايضا لكل الناس اللي بقى اللي متاخرين اللي عليهم ديون للبترول للغاز لغيره. وزاره البترول مشكوره برضو طلبناها واقرت بعض المحفزات عشان نحل مشاكل المصانع المتعثره بسبب التاخير في السداد او غيره. ايضا مصانع السيراميك والبورسلين صدقنا من فخامه الرئيس على تنفيذ مبادره سميناها السيراميك مقابل الديون. انت مديون للبترول، مديون للكهرباء، مديون للتامينات، وزاره الماليه هتاخد منك سيراميك بقيمه المديونيه بتاعتك، هي تديه بقى للجهات اللي بتستخدم السيراميك كتير زي وزاره الاسكان وزي وزاره النقل وزي الهيئه الهندسيه. وزاره الماليه هي اللي هتعمل هذه المقصه. يبقى احنا ادينا فلوس للمصانع اللي او يعني حلينا مشكلتهم ان احنا اسقطنا لهم ديونهم وخدنا منهم انتاج، ساعدناهم على الانتاج واستمرار الانتاج. اصدار شهادات الاشراف الصحي وشهادات الصلاحيه، الموضوع ده مهم جدا وانا كويس ان انا اقوله النهارده امام حضراتكم، لان بتطلع دايما مشاكل وشائعات. احنا قلنا ان اللجنه مجمعه هتطلع تمر على المصانع، ولكن المصنع اللي عايز يصدر وعايز شهاده افراج صحي بكره بيبلغ هيئه التنميه الصناعيه، يطلع له مندوبين، مندوب من هيئه التنميه الصناعيه ومندوب من هيئه سلامه الغذاء او الرقابه الدوائيه لحد ما يتنقل المهام لسلامه الغذاء، بيطلع له ثاني يوم يفتش ياخد عينات يحلل العينات سليم، بيديله الشهاده الصحيه علشان او شهاده الاسراف الصحي علشان يصدر وما نعطلش اي حد. كميات المازوت اللي كانت مطلوبه ايضا لكل المصانع وفرناها بالتعاون مع وزاره البترول ووزعناها بقى، عملنا لها توزيعه مركزيه من هيئه التنميه الصناعيه واديناها لكل المصانع. شكلنا لجنه فنيه من وزاره الانتاج الحربي ووزاره الكهرباء والطاقه الجريمه المتجدده والهيئه العربيه للتصنيع ومركز تحرير الصناعه لدراسه انشاء مصنع في مصر لانتاج مكونات خلايا الطاقه الشمسيه بالاستعانه بشريك اجنبي وبتمويل من البنوك المصريه. كل المستثمرين تعالوا، اللي عايز يعمل مصنع هنساعده يعمل مصنع، ولكن لقينا ان احنا عندنا الهيئه العربيه للتصنيع والهيئه القوميه للانتاج الحربي ومركز تحرير الصناعه في وزاره الصناعه ومش قادرين نعمل وحدات وخلايا للطاقه الشمسيه. وحدنا جهود الناس دي كلها وكلفناهم ان هم يبحثوا ازاي يعملوا مصنع، وان شاء الله باذن الله هيعرضوها على المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه في الفتره اللي جايه. اقرينا خطه زمنيه تنفيذيه مهمه جدا لاليه تعديل حدود الكربون للسيبام. طبعا كلكم عارفين ان العالم كله رايح في اتجاه الصناعات الخضراء وتخفيض الانبعاثات الكربونيه وغيره 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 حفاظا على البيئه وعلى صحه الانسان. الاتحاد الاوروبي هيبدا من العام القادم يبدا يفرض ضريبه ما يسمى ضريبه الكربون على كل الصادرات اللي تصدر لدول الاتحاد الاوروبي. طب احنا لازم نسبق ولازم نجري نوفق اوضاعنا، وكل مصانعنا في الفتره الجايه ان شاء الله تبقى مصانع خضراء وتتمشى مع المتطلبات الاوروبيه والعالميه. في الفترة اللي فاتت أهم الأعمال اللي أوجزها بسرعة قوي، بنعقد لقاء كل يوم سبت زي ما قلت مع مستثمرين محافظة بعينها في وجود المحافظة ووجود كل القائمين على التنمية الصناعية سواء في المحافظة أو في وزارة الصناعة. قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار 2715 رخص التشغيل في الفترة اللي فاتت بس لإقامة منشآت صناعية جديدة، وزي ما مكتوب قدام حضراتكم بقى رخص اختار ورخص مسبق واصدار 2717 سجل صناعي لاول مره خلال هذه الفتره، وموجود قدام حضراتكم تقسيمتها. ثم اصدار 431 رخصه بنى جديده خلال هذه الفتره، كل الكلام ده في الثلاث شهور اربع شهور الماضيه. تم تخصيص 822 قطعه ارض لعدد 499 مشروع بمساحه 4.5 مليون متر مربع من خلال اللجنه القديمه اللي كانت موجوده اللي هي انتهى عملها في 1/9 و
اللي كانوا مسمينها لجنة 2067 في 2022 بالإضافة إلى ما تم تخصيصه في 1/9 على المنظومة. يتم حاليا التخصيص المباشر للأراضي الصناعية عن طريق عرض المشروعات المزمع توطينها علي أنا شخصيا زي ما قلت لإبداء الرأي في ضوء الأنشطة المستهدفة. وقد قام وزير الصناعة بعقد عدة اجتماعات مع تلك الشركات وجاري التخصيص لها مثل شركة بادما للصناعات الأساس، شركات كبيرة. كل الشركات اللي هتصدر واللي هتفتح بيوت ناس كتير وهتشغل ايد عاملة كتير ومودها وخاماتها الأولية موجودة في السوق المحلي، تخصيص مباشر على طول لأي أراضي جنبها لو هي بتوسع نشاطها، أراضي فاضية أو مسحوبة أو أراضي كبيرة هي عايزاها، ده على طول عشان ما نتأخرش في التخصيص ونضيع علينا فرصة. فدي بتبقى تخصيص مباشر مني شخصيا وبإشراف المجموعة، مجموعة التنمية الصناعية بتعرض عليها كل حاجة ثم التصديق النهائي من دولة رئيس الوزراء. توطين الصناعات المرتبطة بعدد 152 اللي أنا قلت عليهم الأول، جينا عملنا 152 فرصة استثمارية وطننا صناعتها، وكان أعمال الحديد والإطارات والمواد الخام الدوائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والترويج لها، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 441 منشأة صناعية تعمل داخل 71 فرصة استثمارية. تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، عندنا جهاز تنفيذي يعني كان معمول أيام زمان عشان ينفذ مصانع الحديد والصلب والمصانع بتاعت الدولة، أصبحت الدولة دلوقتي اتجهت في اتجاه التشجيع القطاع الخاص، ما بناش نعمل كدولة مصانع للحكومة، عندنا جهاز تنفيذي ده بنعمل فيه ايه؟ بدأنا نديله مهام ونقويه عشان يبقى هو الجهاز الذراع الهندسية التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية، ويعني ادينا له مهام كويسة وشغال كويس جدا. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية طبقا للاشتراطات العالمية، وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية. وتم خلال هذه الفترة ما يلي الأول غير الـ يعني إصدار المواصفات والشهادات وبطاقات الأداء البيئي وغيره وغيره وغيره، لقينا عندنا معامل في مصلحة الكيمياء، وعندنا معهد للجودة، وعندنا هيئة اسمها هيئة المواصفات والجودة، هي أصلا شغلها قايم على تدريب الناس على الجودة وإزاي بالمعامل المختلفة عندها، زائد معامل مصلحة الكيمياء اللي تتبع الوزارة تاخد عينات وتحللها. جمعنا كل الهيئات دي أو التنظيمات دي في تنظيم واحد قوي اسمه هيئة المواصفات والجودة المصرية. يبقى في هيئة لها رئيس هيئة معاها المعامل اللي هي كانت بتاعتها، زائد المعامل المركزية اللي كانت تابعة الوزارة اللي كانت اسمها مصلحة الكيمياء، زائد معهد الجودة، وبقى كلها هيئة واحدة علشان نقلل الترهل ونقلل المصاريف الإدارية وغيره. يعني حصول المجلس طبعا بالمناسبة هيئة المواصفات والجودة أصبحت دلوقتي بتصدر شهادات الكربون، وهيئة بقت معروفة على مستوى العالم ومعترف بها كهيئة، هيئة مواصفات دولية. حصول المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي والأوروبي، ده ما كانش بيحصل قبل كده، بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ للأسواق التصديرية العالمية. وتم خلال هذه الفترة اعتمدنا بقى 97 جهة للتقييم والمطابقة، 78 جهة مطابقة خارج مصر، وهكذا مجموعة من الإجراءات عملناها بالمجلس الوطني للاعتماد. قيام مصلحة الرقابة الصناعية بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتم خلال هذه الفترة ما يلي: الأول، مصلحة الجودة، مصلحة الرقابة الصناعية دي مصلحة مسؤولة عن المنتج الصناعي طول ما هو في المصنع، يعني المصنع أو نقول المنتج خامات أو هو على خط الإنتاج أو طلع بقى منتج وداخل المصنع، التفتيش عليه والمسؤولية عن جودته لمصلحة الرقابة الصناعية. حطينا فوارق، حطينا خطوط فاصلة عشان ما يحصلش فيه تداخل في السلطات والناس تتنازع المهام والمسؤوليات وفي الآخر المسؤوليات توه. ده مصلحة الرقابة الصناعية.
لما الحاجه تتنقل من المصنع تروح على الرف، تروح بقى في المولات او تروح في المتاجر او تروح في المخازن، اصبحت مسؤوليه حمايه المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيره، بقى في حضور فاصله، كل واحد عارف دوره علشان نقدر نشتغل وما يلاقيش المصنع الواحد يلاقي له رايح له ثلاث جهات، ده يفتش وده يفتش وده يفتش وده يعطل وده يعطل وده يعطل. لا خلاص الكلام ده انتهينا منه الحمد لله. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشريه والعماله الفنيه من خلال الجهات التدريبيه التابعه للوزاره زي ما قلت، والجهات البحثيه، المراكز التدريب اللي انا اتكلمت عليها ال 41 مركز وال 121 محطه تدريبيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يقوينا ونشوف لهم قطاع خاص يشغلهم، ويعني مش هنقول بقى يشيل مسؤوليتهم، لا احنا معاهم هنشيل مسؤوليتهم كل حاجه، ولكن نضمن جوده الخريج، ونضمن ان المصانع تستفيد بيه، ونضمن ان المصانع تتهافت عليه. النهارده الخريجين بتوع لحد النهارده وانا بكلمكم خريجين مصلحه الكفاءه الانتاجيه بيشتغلوا سواقين، مع احترامي لسواق التوك توك وغيره وغيره، بيطلع يشتغل سواق توك توك، بيطلع يروح يبيع في محل خضروات وفاكهه. طب الله، ما انا ليه خدته واديته شهاده التلمذه الصناعيه عشان يعني اخرجه في الاخر صرفت عليه وفي الاخر يروح يشتغل في شغلانه ثانيه؟ طب ما كان من الاول يروح الشغلانه الثانيه. يبقى احنا هناخد خريج من الاعداديه كويس، نعلمه كويس، نأهله كويس، نخليه عامل او فني كويس ان شاء الله باذن الله، بحيث ان هو يفيد الصناعه المصريه. مواكبه الاتجاهات الحديثه في الصناعه ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، يعني عملنا فيها شويه حاجات كتير عشان برضو وقتكم، هسيب لكم البرزنتيشن معاكم. التوسع في الصناعات الخضراء وتبني نظم الاقتصاد الدائري ايضا في مجموعة من المهام كبيرة عملناها. طيب من يوم ما تشرفت وتوليت حقيبة وزارة الصناعة الحمد لله ما فيش يوم بيعدي ما ننشئش مصنع جديد، سواء نتفق على التعاقد عليه أو تخصيص الأرض ليه في المكتب لو عندي التزامات في المكتب، أو نطلع على الأرض نفتتح مصنع جديد. بدأنا مصانع نشهلها، نوصلها مرافق، كان عنده مشكله في الجمارك نخلصها، نطلع له خطوط الانتاج، بدانا نفتح زي ما قال دوله رئيس الوزراء من شويه، مش مصنع بروتون فقط هو اللي اصلنا الشريط، لا احنا رحنا مصانع كتيره شويه دلوقتي، ومعرفش كمان حتى مصنع الزامل حطتوه ولا ما حطتوهوش، بالتاكيد ما حطتوهوش. مصنع الزامل للمنشات المعدنيه ده مصنع كبير جدا في 6 اكتوبر، وده اللي بنقول بقى ان انت لما تنتج حديد حتى لو انت عندك وفره من انتاج الحديد هتبدا تفكر تصنعه في ايه. احنا انتاج الحديد عندنا في مصر احنا فاهمين ان هو حديد التسليح بتاع المباني، لا الحديد مفروض في الدول المتقدمه 80% منه مصنعات، ترس وطنبوره وبوجي وعجله قطر يعني شاسيه، وال20% هم الحديد تسليح، ده كل الدول المتقدمة. احنا عندنا العكس حتى الان، وان شاء الله باذن الله نبدا نقلب النسبة ونصل الى يعني خلال سنة سنتين نكون 50-50، نبدا نتقدم نزيد فوق ال50%، يعني نطلع حديد عشان نستخدمه في هياكل معدنية ونصدرها. يعني احنا مصنع الزامل ده بيشتغل في اكتوبر، بيدي لكل المنشآت المعدنية اللي في مصر، هو مصنعين ثلاثة تاني ولكن ده أكبرهم، وبيصدر منشآت معدنية مصممة ومنتجة في مصر إلى السعودية وإلى كل دول الخليج العربي والدول الأفريقية. إذن الموضوع مش موضوع بس صناعات زي ما هتشوفوها دلوقتي، صناعات سيارات وصناعات أجبان وغيره. بمناسبة الجبنة ومصانع الجبنة وما أثير في الإعلام لما طلعنا قلنا إحنا عايزين نعمل مصانع جبنه ومش عايزين نستورد جبنه ومش عايزين نستورد ورق فويل وغيره، هو احنا قلنا ان محدش ياكل جبنه؟ ابدا، بس ما ينفعش وعيب قوي على مصر ان هي تستورد على الاقل كل سنه ما بين 120 ل 130 مليون دولار جبنه، واحنا عندنا كل المصانع دي، وعندنا الجبنه الدمياطي، وعندنا القرى فيها جبنه قريش سواء اللي مربي له حاجتين في البيت عنده او وعندنا كل المصانع دي وعندنا كل الجبن دي ونستورد ب 120. في ناس يقولوا ايه اصل ايه الاجبان الفاخره اللي بتروح للفنادق؟ لا والله مش كلها اجبان فاخره بتروح للفنادق. طب وهو عيب ان احنا نعمل الاجبان الفاخره بتروح للفنادق؟ جينا اتكلمنا على ورق الفويل،
بالمناسبه ورق الفويل، عشان نوضح النقطه دي، ورق الفويل ثلاث انواع. احنا مره وانا في مجلس النواب اتكلمت على الثلاثه مع بعض اللي احنا بنستورد منهم سنويا ما بين 140 ل 150 مليون دولار ورق فويل. ده ثلاث انواع. الورق الفويل اللي بنلف فيه الاكل ده السيكنس بتاعه قليل قوي، 0.2 يعني ده 2/10 من الملي، ده اللي بتلف فيه الاكل. ده تقريبا نقول ما بين تلت النص المستورد منه، وتلت تاني اللي بتعمل فيه العلب برضو بتاع الاكل اللي بتحط فيه الاكل والفاكهه، علب فويل. التلت التالت او النوع التالت وهو علب الادويه، علبه الدواء او شريط الدواء، ده بتلاقي حضرتك شريط الحبوب ده موجود في ورق فويل ومعمول مطبوع وبتحط فيه الادويه، او علب الادويه او تحت الغطاء بتاع علبه الدواء بتلاقي فيه حته كده ورق فويل. كل الكلام ده التلاته مع بعض، انا قلت ورق الفويل يوم ما كنا في بشتيل، ورق الفويل بتاع لف الاغذيه ده ما بين 40 ل 50 مليون دولار في السنه. التلاته مع بعض ما بين 140 ل 150 مليون دولار في السنه. هو مش عيب يبقى عندنا صناعات للالومنيوم قويه جدا في ناجع حمادي، وبنعمل مصانع اخرى دلوقتي، وبعدين نستورد ورق فويل من الخارج؟ طب ليه بتلومونا؟ طب ليه بتقولوا ان احنا عايزين، احنا ما قلناش ان احنا مش هنستورد حاجه وهنمنع الجبنه وهنمنع ورق الفويل، ما قلناش كده، ولكن بنقول احنا عايزين نصنع هذه المنتجات اللي احنا بنستهلك منها كميات كبيره جدا. اللي قدام حضراتكم ده مصنع عز العرب السويدي اللي اتكلمنا عليه اخر زياره ليا اول امبارح في صحبه دوله رئيس وزراء ماليزيا السيد انور ابراهيم. ده مصنع المكون المحلي بتاعه اول ما بدا امبارح 48%، هيصل الى 52% في اول يناير، هينتج 40,000 سياره. احنا اكبر مصنع عندنا اللي هو مصنع نيسان بينتج تقريبا ما بين 20 ل 25,000 سياره، وده مصنع محترم ومصنع بينتج، وبحييهم من هنا. تقريبا بيخش السوق المصري حوالي 20,000 سياره، وبيصدروا ال 5,000 سياره الاخرى نيسان مصر، نيسان من مصر، وفي غيره جنرال موتور بتنتج، وغيره بينتج، فيه مصنعين مصريين وطنيين بينتجوا سيارات، ولكن اول مره هيبقى فيه مصنع هينتج 40,000 سياره في السنه. المصنع ده هيدي لمصر اللي هي عايزاه 20 30 زي ما عايزه، والباقي كله هيتصدر الى كل دول افريقيا ان شاء الله اعتبارا من عام 26، يعني 25 هيطلع منه 40,000 على اخر السنه يبدا يصدر لافريقيا، 26 هيكون بيطلع 80,000 ويصدر لكل الدول الافريقيه غير مصر. مصنع متجر الهندسه والتجاره ده ايضا ده مصنع عملوه شباب تعاونوا مع وزارة التعليم العالي، كلهم خريجي هندسة عين شمس، بدأوا يعملوا بداية السيارة الكهربائية الصغيرة اللي هي سرعتها لا تتجاوز 70 كيلو في الساعة، بيعملوا البيتش باجي، وبيعملوا الجولف كار، وبيعملوا السيارات الصغيرة الكهربية. السيارة دي بالكامل مصنعة بالكامل، مش عندهم لا، مصنعة بالكامل في السوق المصري عدا البطارية، وهيعملوها قريب في السوق المصري. طب انا حتى لما اوفر الكاتوجري دي او الفئة دي بدل ما استوردها مش احسن؟ رحنا للناس ورحنا شجعناهم، وان شاء الله هيكفوا السوق المصري من هذا النوع من العربيات. كل الكومباوندز النهارده بتشتغل او بتستخدم هذه السيارات، حتى في القرى النهارده بقى لنا نستخدمها. احنا قلنا لهم هناخدها منكم شغاله ما بين محطات ال ار تي مثلا بتاعه بدر والشروق والمستقبل وغيره، ما بين ال ار تي وبين جوه بدر وجوه الشروق وجوه العبور، والناس تتحرك بيها، وسيله مواصلات كهربيه صديقه للبيئه ورخيصه في نفس الوقت، وتصنيعها سهل جدا. ده مصنع نيسان اللي انا تشرفت بزيارته، كان اول مصنع ازوره. مصنع بيعمل العربيه تقريبا مجمعه بالكامل من الانتاج المحلي من باقي المصانع المصريه. المصنع ده زي ما قلت
تقريبا استثماراته 150 مليون دولار، بيطلع 25 ألف سيارة في السنة، بيصدر منها تقريبا 5 والباقي للسوق المصري. مصنع جنرال موتور، جنرال موتور كانت بتطلع شوفرليه وبتطلع العربية النص نقل الدبابة. تعاقد المهندس محمد منصور مع جنرال موتور العالمية على إنتاج، وده كان أول سيارة يوم ما كنا هناك، يمكن هي موجودة اللي باللون الأحمر دي، ده شوفرليه أوبترا، كلها مصنعة في مصر كليا، زائد طبعا أربع أنواع أخرى من السيارات. ادنا له أرض في 6 أكتوبر عشان ينشئ مصنع مصري خالص بالكامل بالتعاون مع جنرال موتور وبالتعاون مع سايك وبعض الشركات الصينية في 6 أكتوبر. ده المنطقة اللوجستية في 6 أكتوبر، فيها جزء ادناه للمهندس محمد منصور او لشركة منصور علشان زي ما قلت يعمل سيارات، اربع موديلات من السيارات من ضمنها سيارة كهرباء اربع عجلات وسيارة كهرباء ثلاث عجلات سيارة كهربية. يعني بعض الناس يقول يا بريدو التوك توك، ولكن طبعا سيارة فخمة جدا ومتميزة جدا طبعا عن التوك توك. شركة بايك الصينية، شركة بايك الصينية دي شركة من الشركات العملاقة في الصين، سواء في انتاج العربيات اللي تعمل بالوقود الاحفوري او الكهرباء، برضو تعاقدت مع المهندس خالد نصير عشان تنتج سيارة كهربية في مصر. شركة ليوني مصر، شركة ليوني دي شركة من الشركات الاوائل في العالم اللي بتعمل ضفائر الكهرباء، جابناهم واتفقنا معاهم واديناهم مصنع جاهز مبني في الروبيكي عشان ينتجوا ضفائر، وبينتجوا يعني احنا اتعايدنا معاهم من شهرين، هم دلوقتي بينتجوا ضفائر في المصنع اللي احنا اديناه لهم. مفيش واحد بيجي لنا وعايز ارض او عايز مصنع وبنسيبه يمشي ما بياخدش اللي هو عايزه، باسلوبنا بطريقتنا بحوكمتنا اللي احنا شغالين فيها. مصنع بيكو، مصنع بيكو كلكم شفتوه وكلكم تسمعوا عنه، المصنع رقم واحد في اوروبا ورقم اثنين في العالم. احنا عندنا دلوقتي في العاشر من رمضان هاير اللي هو رقم واحد في العالم، وبيكو اللي هو رقم اثنين في العالم ولكنه رقم واحد في اوروبا. شركة كرونوس بان النمساوية نفس الكلام، الشركة دي بتشتغل في الصناعات الخشبية، هتنتج مصنع للاس بي سي، المصنع ده زي الام دي اف، كان بينتجوه من مصاصة القصب، بدأوا يعملوا تكنولوجيا جديدة وينتجوه من الحجر الجيري، يبقى عندنا مصنع متطور للام دي اف طبعا من مصاصة القصب، وفي مصنعين اخرين بيتعملوا من جرير النخل بالاضافة الى المصنع بتاع اس بي سي. مصنع بي اس اتش مصر ده برضه في العاشر من رمضان لتصنيع الاجهزة المنزلية لشركة العلامة الدولية بوش. مصنع كرافت هاينز ده اللي بينتج الصلصة والمايونيز والكاتشب وغيره في 6 اكتوبر، ايضا افتتحناه وزرناه. مصنع يونيفيرت للصناعات الغذائية المتخصصة في انتاج المكرونة والصناعات المرتبطة بها، ده كان في مدينة بدر. مصنع شركة الرشيد الميزان للحلويات والطحينة وغيره في 6 اكتوبر. مصنع شركة بادما البولندية، وده المصنع ده بينتج تقريبا 80% من احتياجات ايكيا على مستوى العالم، وديناهم الارض وبداوا يعملوا المصنع بتاعهم فين؟ في العالمين الجديده، علشان ننمي العالمين الجديده ويبقى فيها منطقه صناعيه. محطه ساعات الطاقه المدارة بشركه هايدلبرج، دي شركه بتنتج اسمنت في طاقه حراريه مدارة، خدوها ورحت حضرت معاهم عشان نشجع الاتجاه ده ان احنا نعمل مصادر طاقه جديده ومتجدده او مصانع طاقه غير تقليديه، بياخدوا الحراره يبخروا بها ميه تتولد بخار يولدوا بيه كهرباء. مصنع فيليكس بيفيرم ده مصنع للمخلفات البلاستيك، بياخدها ويدور الازاز الميه تاني ومخلفات البلاستيك عشان يطلع منها يا اما ازاز ميه جديده يا اما الفيلم او الشرايح البلاستيك اللي بتستخدم في التغليف والتعبئه وغيره. طبعا مدينه الجلود في الروبيكي زرتها مرتين لحد دلوقتي والمره الثالثه قريبا، عندنا صناعات جلود عاليه المستوى، صناعات جلود او دباغه جلود هايله، صناعه جلود
اكثر من ممتازة. احنا دلوقتي بنشجع المصانع عشان نعمل من الجلود اللي احنا بنطلعها الجاكيت والحزام والحذاء والشنطة وغيره، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا. صناعات الأدوية، مرينا على صناعات أدوية، على مصانع أدوية كتير، مصنع المستقبل للصناعات الدوائية ده في مدينة بدر، مصنع طبعا في مصانع ايضا للأدوية مرينا عليها مش موجودة، في اكتوبر كان مشرفنا فيها دولة رئيس الوزراء، شركة بولاريس واحد من اكبر اربع مطورين صناعيين بيشتغلوا معانا في مصر، بولاريس الزامل وبولاريس وسي بي سي والسويدي وكريم سامي سعد وغيره، مطورين صناعيين محترمين متميزين بيعملوا صناعة حقيقية. ده كان أثناء ما احنا كنا في تركيا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقعنا يوميها أنا فاكر 18 اتفاقية من ضمنهم اتفاقية تخصيص 2.5 مليون متر مربع في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبقى أول منطقة صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة لشركة بولاريس التركية. أنا عشان ما أطولش عليكم، وأنا متأكد أن أنا طولت طبعا، ولكن الموضوع زي ما أنتم شايفين كبير وطويل ومجهود كبير ما عملوش كامل الوزير ولا عملته حتى وزارة الصناعة فقط، لا عملته الحكومة المصرية. الحكومة المصرية لما خططت وعشان تنفذ توجيه سيادة الرئيس أن نخلي فعلا مصر مركز صناعي إقليمي، وتشكلت مجموعة وزارية التنمية الصناعية فيها 12 وزير عشان نقوم بالصناعة، وإن شاء الله بإذن الله نقوم بها. اللي فات ده ال 120 يوم اللي فاتوا او ال 130 يوم اللي فاتوا، لو احنا قلنا النهارده 130 ايا كان يعني التوقيت، ده حجم المجهود اللي اتعمل للحكومه المصريه في هذه الفتره الوجيزه، وان شاء الله باذن الله نجي لكم في خلال يعني او نقول بعد مرور سنه من 3/7 ل 3/7، وبالمناسبه ده يوم عزيز علينا جدا كلنا، يبقى 3/7 ان شاء الله 25 نقول لكم عملنا ايه في الصناعه في مصر، وتلاقوا قد ده تقريبا 4 أو 5 مرات، ومصانع بقى اللي احنا تعاقدنا عليها كلها بدات تنتج ان شاء الله باذن الله. انا جاهز لو انتم ما زهقتوش، انا جاهز ارد على كام سؤال. ناخدها كده من يمين. طب اتفضل معالي الوزير. بعد التحيه طبعا احنا استمتعنا جدا بالعرض ده، واحنا يعني شايفين ان احنا قدام خطه استراتيجيه قوميه مصريه حقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، زي ما حضرتك تحدثت بأن الصناعة هي قاطرة التنمية. بس احنا دلوقتي لو تحدثنا عن الفاتورة الاستيرادية، يعني كلنا حاسين ان هي بتؤدي لنزيف العملة الصعبة. طب ليه ما نلجاش يا فندم لما يسمى بالاستيراد الرشيد، ان احنا نخفف من استيراد السلع اللي بيطلق عليها السلع الاستفزازية، زي ما حضرتك حتى متضايق وتحدثت عنها المجتمع المصري. طب المواطن المصري متضايق من ده لانه ده بيسبب عبء على الاقتصاد المصري ويعطل كثيرا من توطين الصناعة المصرية. حضرتك كوزير للصناعة برضو باين جدا ان حضرتك متضايق من استيراد مثل تلك السلع. لماذا لا نلجأ الى ما يسمى بالاستيراد الرشيد؟ شكرا فندم. احنا فعلا لا نستورد دلوقتي الا احتياجاتنا الضرورية، ولكن احنا في عندنا اتفاقيات دولية بتحكمنا، اتفاقيات تجارة حرة بيننا وبين سواء الاتحاد الاوروبي او بين الكوميسا او بين الدول العربية او بين الولايات المتحدة الامريكية. ما نقدرش نخالف هذه الاتفاقيات، ولكن زي ما انا قلت في كلامي، لما انتج احتياجات المواطن المصري بجودة عالية وبسعر بسيط هو هيلجأ دايما ل المنتج المصري. لما انتج منتج عالي الجوده وبسعر رخيص وصدره ليه الدول اللي هنا بينه وبينها اتفاقيات او حتى اللي مش بينه وبينها اتفاقيات، هقدر اخد ونافس واخد حصه في السوق. يبقى فعلا رشدت الاستيراد زي ما حضرتك قلت بالظبط، ولكن مش هقدر امنع الاستيراد، مفيش دوله بتقدر تمنع الاستيراد، ولكن زي ما حضرتك قلت الاستيراد الرشيد انا معاك، واحنا بنطبق ده، ويا رب الكلام ده يسمعه اهلينا وناسنا في بيوتنا. و زي ما قلت السلع الاستهلاكيه او اللي احنا سميناها السلع الاستفزازيه نقلل منها شويه ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم.
سيادة الوزير، يمكن في الظروف العالمية دلوقتي والأزمات، يعني أي حد بيقول إن سهل قوي يروح يحط فلوس يعمل أي حاجة وياخد بالفايدة وياخد الربح اللي ممكن لو واحد هيفتح مصنع ويشتغل هيبقى هيقعد فترة طويلة على ما يحقق عائد. وبناء عليه يمكن المبادرة اللي السيادة صدق عليها وحضرتك أعلنتها وزودها ل 15% ده حل كان مهم جدا علشان يحل الأزمة دي. سؤالي عن رقم الثمانية مليار المحدد للمبادرة دي، هل ممكن يتم زيادته؟ أيوة. بيغطي نسبة قد إيه من المصانع القائمة بالفعل؟ وكمان للهدف أنا عايزة أوصل إن أنا أحقق إنتاج صناعي بنسبة قد إيه، فهل الرقم ده يغطي نسبة كبيرة من المصانع ولا لا؟ أنا قلت لحضرتك إن إحنا حددنا الرقم ده وحطينا فيه جواه أولويات عشان احنا كنا متخيلين ان هيبقى المطالب كتير قوي. لما حطينا الاولويات وجمعنا كل المطالب طلع ان اللي تقدم لينا 7.7 مليار اقل من 8. طب لو خلصوا على فكره واللي كانوا واخدين القروض قبل كده ما زالوا بيكملوا الاجراءات بتاعتهم، لان هو ما بياخدش القرض مره واحده، هو بياخد القروض على شرايح. ففي ناس من المبادره اللي فاتت لسه شغالين، والمبادره اللي موجوده هتبدا تتفعل، وزي ما حضرتك بتقولي علشان نخلي اللي معاه فلوس بدل ما يفكروا يحطها في البنك لا يروح يعمل مصنع. وان شاء الله حتى من غير المبادره، على فكره من غير المبادره العائد على الصناعه ان شاء الله باذن الله اكتر من فايده البنك، بس يبقى طبعا مجتهد يبقى جاد يختار نوع الصناعه اللي بيقدر ينافس فيها يقدر. لما نديله بقى كمان 15% فبالتاكيد هيبقى منافس، وان شاء الله باذن الله كل اللي يتقدم لنا وكل اللي يحتاج دعم هنديله الدعم ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم. سيادة الفريق، أنا بشكر حضرتك على كل التوضيح والشغل الجبار خلال ال 130 يوم بالنسبة لوزارة الصناعة، ولكن عاوز أبدأ من حضرتك من 2019، يعني وخلال هذه التجربة اللي هي كانت بالفعل هي تجربة ملهمة في وزارة النقل، هل يمكن هذه التجربة اللي كانت في وزارة النقل اللي هي طبعا لها محاور متعددة منها طبعا مكافحة الفساد، القضاء على الروتين والبيروقراطية، وما فيش الأيادي المرتعشة، وحضرتك يعني بتاخذ القرار بسرعة، هل يمكن اتخاذ هذه أو نقل هذه التجربة إلى وزارة الصناعة؟ وما أبرز التحديات اللي هي موجودة في الصناعة وخاصة بالنسبة ل 12,000 مصنع متعسر؟ شكرا فندم. الحمد لله ما حدش بيتغير، الطبع بيطلع بعد الروح زي ما بيقولوا. اللي اتعمل في وزارة النقل بيتعمل دلوقتي في وزارة الصناعة، كانت من نتيجته انت اكيد سامع النتيجة بتاعته، زي ما كان الناس في الاول في بداية الشغل في وزارة النقل بيطفشوا من وزارة النقل وزعلانين ومتضايقين ان هم بيشتغلوا، حصل في وزارة الصناعة. ولكن النهاردة روح هيئة التنمية الصناعية مثلا هتلاقي الناس شغالين يوم السبت عادي جدا ومبسوطين وشغالين. البني ادم المصري عموما ذكي ولماح، ولما بيلاقي يعني فرصة كويسة يخدم فيها بلده وفرصة كويسة بتطلع طاقاته بيشتغل صدقني. وما يعني ما هو طب هي مش هيشتغل ليه؟ لو انت بتفهمه وهو فاهم طبعا ان دي مصلحة بلده وان دي مصلحة ولاده، وفي الاخر بيعود عليه سواء بعائد مادي ليه ولولاده سواء عائد معنوي، وده الاهم من كل حاجه. صدقني انا عندي الناس في وزاره النقل دلوقتي بيسهروا يمكن معايا، لان انا بروح وزاره النقل بعد الظهر، بيسهروا معايا للساعه 10 و11 بالليل، اقول للناس روحوا امشوا ما حدش عايز يمشي. فخلاص انت يعني على ما بتعود بقى ابنك وزميلك يعني، فالناس لا اتعودوا واشتغلوا. وبحييهم من هنا الناس اللي في وزاره الصناعه، في الاول خالص اول ما رحت كانوا متضايقين، كانوا يعني مستغربين على النظام، الوقت بقى كله بيجي الصبح قبلي وبيعمل البصمه وما بيروحش غير لما نمشي وبوش. والمهم في كل ده مش قاعد وخلاص، قاعد وبينتج، بيشتغل وبينتج. الحمد لله المصريين بخير الحمد لله. اتفضل يا فندم. عوض الغنام اكسترا نيوز، بحيي حضرتك على هذه الروح الجميله الرائعه، واكيد مصدرها الحياه العسكريه اللي حضرتك عشتها وجزء الاعظم من حياتك. سؤالي من شقين معالي الوزير. السؤال الاول، حضرتك قلت عندنا نحو 29 احتياج بالنسبه لبعض الصناعات، بس كنا عايزين تركيز على الصناعات التي نحن نتميز بها، وتحديدا نتحدث عن صناعه الغزل والنسيج، ودي مصر كانت متميزه فيها عبر فتره طويله اكثر من 100 سنه
متى تعود إلى قوتها مرة أخرى، خاصة عندي أكبر مصنع في العالم يتم التجهيز له الآن هو مصنع الغزل والنسيج، وهناك حماس شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعود مصر كما كانت وأفضل من قبل في هذه الصناعة تحديدا، خاصة احنا عندنا أسواق مميزة إذا كنا نتحدث عن كوميسا وغيره يعني. طيب. السؤال الثاني وعفوا يعني الإطالة هو خاص بما يسمى بالاقتصاد بير السلم أو الصناعات اللي هي بعيدة عن أعين الدولة، حضرتك يعني تضرب بيد من حديد على هذه الصناعة لأن لها مخاطر على السكان وبعض المصانع بتتم في بعض العمارات والمصانع وكمان في تهرب ضريبي وده حق الدولة يا فندم. طيب شكرا. طيب النقطة الأولانية هي إيه الصناعات اللي إحنا نهتم بيها؟ أنا قلت لحضرتك إن إحنا مهتمين بكل الصناعات اللي إحنا محتاجين نمنع استيرادها أو نقلل استيرادها ونزود تصديرها بالبلدي خالص، ومن ضمنها المنسوجات ومن ضمنها الجلود ومن ضمنها الأدوية ومن ضمنها الأغذية. ولكن هل يمكن أعمل مصنع عملاق زي اللي حتى بتتكلم عليه في المحل وكلنا هنشوفه قريب من غير طاقة؟ ينفع؟ لا يمكن. عشان كده بقول لحضرتك احنا مركزين في كل الصناعات ال 152 زائد ال 29 او ال 21 اللي حضرتك قلت عليهم. ولكن انا بقول احنا في مصر محتاجين وبسرعه جدا صناعات للطاقه وللميه. ليه؟ عشان ظروفنا، عشان احتياجنا. ولكن زي ما بقول لحضرتك هو احنا مش هنعمل مصانع نسيج؟ بنعمل، ولكن مش هقدر اعمل مصنع نسيج واشغله الا اذا كان عندي طاقه. مش هقدر اعيش ناس ويشتغلوا في المصنع بتاع النسيج الا اذا كان عندي ميه. فعشان كده احنا بنقول بنركز على دول، زائد زي ما حضرتك قلت في الباقي بقى بناخد طبعا المصانع او الصناعات اللي موادها وخاماتها الاوليه موجوده. النسيج القطن موجود، الصناعات الغذائيه الاغذيه موجوده والخضروات والفواكه موجوده، الفوسفات موجود. ففي صناعات كتير نقدر نعملها والقيمه المضافه بتاعتها عاليه ودي فعلا مركزين عليها. ولكن انا في كلامي قصدت اقول ان احنا في مصر عندنا فقر مائي او شح مائي وفقر في الطاقه. ما احنا ازاي اشقائنا ربنا يديهم ويزيدهم عندهم بترول وعندهم غاز كتير، احنا ما عندناش. طب ازاي انت عايز تتوسع في الصناعات دي كلها ومن ضمنها الغاز والنسيج زي ما حضرتك قلت وانت ما عندكش طاقه؟ فاذا لازم تركز الاول على الطاقه وصناعات المياه وغيره. السؤال الثاني بقى عشان انت كان سؤالك طويل و بير السلم. احنا منذ ان توليت والنقطه دي يعني هدف لينا، احنا تقريبا لقينا مثلا، هاخد بس مثلا صناعات الحديد، لقينا عندنا 38 مصنع تحت بير السلم زي ما انت بتقول في مناطق العكراشة ومش عارف ايه وبسوس وطناش والحتت دي. ده مش معناها اساءة الاماكن دي ولا، ولكن الناس بتوعها عايزين يشتغلوا ومش لاقيين حد ينظم لهم. انا بقول لك اهو مش لاقيين حد ينظم لهم حياتهم. هم لو حد يعمل لهم منطقة صناعية مخططة او يوديهم مثلا بالبيس اللي جنبهم او زعبل اللي جنبهم منطقة صناعية مخططة او اكتوبر او غيره ويلزمهم انهم يروحوا مرحوش، هم لقوا الظروف مواتية ان هم يعملوا المصنع تحت بير السلم او في بيت او في غيره زي ما انت بتقول، فعملوا المصنع. طب احنا بقى كدولة جينا عملنا ايه؟ جينا نبهنا، عرضنا في مجلس الوزراء، دخلنا طلعنا لجنة بتحصد دلوقتي كل المصانع منهم 4 من 38 صالحين ان هم وضعهم يقنن ويبقى مصانع كويسة ومصانع ما فيش منها خطورة على البيئة ولا 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 ولا، ودول شغالين معاهم بنقنن اوضاع. ال 34 الباقيين بنفس الفكر بتاعنا، عشان ما نقفلش مصنع فاتح بيوت ناس، وعشان ما نقفلش مصنع بيضيف الاقتصاد القومي قد يكون بشكل مش جيد ولكن بيضيف الاقتصاد القومي وشغل ناس وفتح بيوت. بدأنا رحنا لهم قلنا لهم انت عندك الملاحظات عشان عايز تقنن وضعك الاول؟ قال اه. طب عشان تقنن وضعك 1 2 3 4 10 الكلام ده تعمله وبنتابع معاهم علشان نقنن لهم وضعهم. كتير زي كده. الحاجة التانية دي نوع من انواع الصناعات. الحاجة التانية اللي حضرتك بتقول عليها المصانع اللي داخل المدن والقرى وفي الشوارع اللي الناس ساكنة فيها وغيره، مفيش مصنع بيجي يجدد الرخصة في منطقة سكنية او في منطقة فيها شكوى من الناس وبنجدده. بنبحث موقفه مرة واثنين وثلاثة وبنرغبه ونديله ارض بره في منطقة صناعية ونقول له سيب المكان ده وبرضه تستفيد بيه، اعملوا بقى انشطة ثقافية، انشطة ترفيهية، مخازن، اي حاجة، وسيب المصنع او الورشة اللي موجودة المخلقة للصحة
أو المقلقة للأمن والأمان وراحة الناس، واللي ضرر على الصحة وضرر على البيئة. فده بحييك على السؤال، وإحنا ماشيين في الاتجاه إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا. تفضل يا فندم. شكرا فندم. كنت عايز اسال حضرتك عن تصنيع مستلزمات الانتاج. طبعا جزء كبير من التكلفه على الصناعه بيكون في مستلزمات الانتاج، ويمكن في احصائيه مش عارف صحيحه ولا لا ان 70% من مكونات الصناعه بتكون مستورده من بره. لا 82. فيعني جهود الدوله في تصنيع مستلزمات انتاج محليا ده يوفر عمله اجنبيه ويقلل التكلفه على الصناعه، وبرضه دور الشركات المتوسطه، يعني ممكن الشركات المتوسطه تقوم بدور مهم في تصنيع مستلزمات الانتاج اللازمه للمصانع الكبرى. انا بشكرك على السؤال ايضا. عشان يبقى عندك صناعه حقيقيه لازم تصنع المكونات ثم تبنيها الى صناعه. ما تجيش في الاخر تقول انا عايز اصنع سيارات وتجيب كل المكونات بتاعتها من بره وتجمعها يبقى عندك صناعه. دي مش صناعه، ده تجميع، وتجميع مضر، لان انت ممكن تجمع سيارات وتبيع وتستهلك، لو ما جمعتهاش افضل، مش هتستنزف العمله في المكونات اللي انت بتصدرها من بره، وفي نفس الوقت بتجيبها بالدولار وتديها للناس داخل البلد بالجنيه المصري، يبقى انت استنزفت العمله بتاعتك. ولكن لما انت تصنع الكاوتش وتصنع البطاريات وتصنع الكرسي وتصنع التابلو وتصنع ضفيره الكهرباء وتصنع الفانوس وتصنع الحديد بتاع السياره، وده موضوع مهم جدا بيرتبط بالسيارات وبيرتبط بالادوات المنزليه والاجهزه المنزليه. انت النهارده لما يبقى عندنا الواح الصلب اللي بتخانات 2 ملي و1 ملي ونص ملي اللي بتعمل منها جسم التلاجة وجسم البوتاجاز وجسم الغسالة وجسم جهاز التكييف وغيره 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 وغيره، زائد جسم العربية، لو انت بتستورد كل ده من بره يبقى انت ما عندكش صناعة، يبقى انت بتدمر العملة الحرة في بلدك او العملة الصعبة في بلدك بتستنزفها. ولكن زي ما حضرتك قلت لازم ابني صناعات من تحت، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي الحمد لله. هل احنا بنعيب في اللي قبلنا؟ لا، هو اللي قبلنا كان ده اللي كان متاح ليه، هو ده اللي كان جايز، كان عندهم دولارات او عمله كتير، او جايز ما كانش لسه الشعب المصري بقى 106 110 مليون. ولكن النهارده احنا عشان عددنا وصل للعدد اللي بتكلم عليه ده، واحتياجاتنا زادت، وايضا متطلبات الانسان زادت. انت ما كانش معاك قبل كده تليفون محمول، عايز تليفون محمول واثنين، ما كانش كان ممكن تمشي تركب وسائل مواصلات عامه اللي احنا هنرجعك تركبها ان شاء الله باذن الله، تركب عربيتك الملاكي وتسيبها. المتطلبات بتاعه الانسان عموما والانسان المصري زادت شويه. ف الحمد لله، يعني اطمن، احنا بنقول بقى بنعمق الصناعه دلوقتي، او بنصنع الاول المكونات عشان نجمعها في مصر تبقى صناعه بحق وحقيقة، ما نجيبش من بره ونجمع ويبقى عملنا صناعه، لان دي بتخرب البيوت بالمناسبه يعني. وبمناسبه الوسائل النقل الجماعيه والخفيف، انت جاي النهارده من بيتكم في ايه؟ في عربيتك؟ يبقى انا فشلت. يبقى انا فشلت. لازم اجيبك العاصمه هنا بالال ار تي والمونوريل. لو انت في شبرا هتيجي بالمترو، او في حلوان هتيجي بالمترو وتغير تركب الـ ار تي من عدلي منصور تيجي لحد هنا، او تركب المونوريل من اي حته من اول اكتوبر والمهندسين لحد استاد القاهره والقاهره الجديده لحد هنا. هو ده بالظبط يوازي اللي انت كنت بتتكلم عليه، الصناعه وتوفير العمله. هتقول توفير العمله ازاي؟ لان انت بتوفر العربيه اللي انت بتجيبها لوحدك هتركب المترو، بتوفر البنزين اللي انت بتحطه في العربية عشان تجيبك لوحدك وتركب المترو، كل ده توفير عملة اللي انت بتنادي بيه. سيب عربيتك من بكرة وتعالى في المترو. كلنا عارفين ان الصناعة هي قاتلة التنمية في الفترة الأخيرة، والحكومة عملت مبادرات وحوافز كتير للمصنعين والمستثمرين الصناعيين خلال الفترة اللي فاتت. ايه اللي الحكومة يعني منتظراه من المصنعين اللي الحكومة عملت لهم مبادرات وحوافز كتير لتقدمه للدولة؟ زي اي حد، زي اي دولة،
منتظر ان الصناعات دي تدخل الانتاج وتدخل السوق وباسعار زي ما قلت جيده او اسعار بسيطه علشان نخدم اهالينا او نقدر ننافس بها بره وبجوده عاليه. ده اللي انا محتاجه منه. انا اديتك وساعدتك واديتك ارض وحليت لك مشاكلك وامنتك من كل المنغصات اللي كانت بتنغصك. خلاص دورك فين بقى؟ انك تنتج وتدخل الانتاج ده السوق المحلي ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم. هناخد اخر واحد عشان سيادة الوزير. حضرتك يعني تعلم تماما ان العنصر البشري المدرب هو اهم عناصر التي او اهم المقومات التي تقوم عليها الصناعة المصرية. حضرتك ذكرت ان في عدد كبير من يعني الايدي العاملة المدربة مثل التلمذة الصناعية وغيرها بالفعل مدربة ولديها الخبرة ولكن يعملون في أعمال أخرى زي ما حضرتك ذكرت. لما يكونش هناك آلية تطبق على المصانع للاستفادة من هؤلاء الذين تعلموا واكتسبوا خبرة واكتسبوا تعليم وخاصة في عصر التكنولوجيا الحالي للاستفادة بهم بدل من أن هم يطلعوا يروح يشتغلوا في عمل آخر؟ الحمد لله هو سأل السؤال وجاوب عليه. أنا عايز أأكد على ثلاث حاجات بس قبل ما ننهي معاكم. أنا عارف أنتوا زهقتوا مني. ثلاث حاجات أشيعوا يعني إخواننا البعدة اتكلموا عنهم. يعني إحنا ما بنزهقش وما بنملش وما بنيأسش. يعني كان في أحد السادة الإعلاميين وطلع وقال أنا يعني أنا زعلان عشان جايز الفريق كامل الوزير يعني يتأثر أو يتضايق أو حماسه يفطر من الناس اللي بتهاجمني. يعني فأنا اتكلمته تاني يوم وقلت له يبقى أنت ما تعرفنيش كويس. لا بالعكس، ده أنا سعيد جدا إن الناس بتنتقدني علشان نطلع نرد عليهم عشان نوضح لأهلنا حاجتين، نوضح لهم الحقيقة ونوضح لهم إن الناس مش فاهم حاجة خالص. أول حاجة لما جينا اتكلمنا على المصانع المتعثرة والمقفولة قالوا لك شايفين ده من العسكر ده هياخد المصانع المقفولة يفتحها ويديها لحبايبه وقرايبه. يا عم لما تشوف حاجة زي كده اطلع اتكلم وقول بالحقائق ان كامل لقى مصنع مقفول. ده حتى لو كان ده حاجة حميدة، مصنع مقفول ومتعسر وما بيشتغلش وفتحته وشغلته وديته لحد قريبي احسن ما يفضل قفلته. طب ما بالك بقى ان ده اصلا ما حصلش. ده احنا بنقول 99 حالة دول اللي انتوا شفتهم دول قلناهم دول بالاسم. عندنا مصانع كانت مغلقة، مصانع اللي جاولنا، مصانع ساعدناهم، مصانع فتحت. يبقى منين احنا هنقفل المصانع ومنين احنا هنفتح مصانع عشان ناخدها ونديها لقرايبنا واصلحنا من العسكر ونعمل زي 52 لما امننا المصانع وبعدين خدناها وزعناها على نفسنا. كلام يعني جميل جدا ان شاء الله. يقولوا اهو هيسحب الاراضي من الناس، هيسحب الاراضي من الناس عشان ياخدها يوزعها بمعرفته لحبايبه وقرايبه والناس بتوع الجيش اللي هو منهم. برضه انت ما انتش فاهم حاجه خالص. انتوا الناس كلها كانت بتشتكي ان بعض سمسرة الاراضي، انا ما بسموش مستثمر لان ما فيش مستثمر بياخد ارض يسقعها ويتاجر فيها. بعض تجار الاراضي كانوا بياخدوا الاراضي ويسقعوها وتقعد عندهم شويه تغلى يبيعوها بمشكله، يبيعوها بمشكله مش بيبيعوها لا او بيعوا مشكله. ليه؟ لان خلاص هي توقيتها في التنميه الصناعيه خلص ومفروض تفرع عليها غرامات تاخير او تتسحب. الراجل اللي جاي ياخد الارض يا اما هو كمان جاي يتاجر فيها. ما هو مفيش حد هيجي ياخد ارض عارف ان هي مهلتها خلصت ويشتريها. يا اما هو جاي كمان ياخد يتاجر فيها، يا اما هو جاي ياخدها ويلابط مع التنميه الصناعيه بقى تنفع او ما تنفعش، او خلاص يسيبها وتبقى الدوله هي ايضا برضو اللي خسرت. ف ليه بنطلع كلام وكلام مردود عليه وكلام مش مدروس ولا حتى اللي بيقوله بيعقله؟ يعني حتى اللي بيقوله يمرره كده على مخه هيلاقي ان الكلام ملوش اساس من الصح. كتير قوي عشان ما اضيعش وقتكم، كتير جدا من الشائعات طلعت في الفتره الماضيه. ناس طلعوا
بشكرهم ينصحوني ان انا لا ايأس ولا حماسي يفطر ولا 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 لا، بقول لهم اطمنوا ما تقلقوش، احنا جينا هنا بتكليف، جينا نشتغل عند بلدنا، جينا نشتغل عند شعبنا، وان شاء الله باذن الله هنكمل مهمتنا على خير ان شاء الله. متشكرين، بشكركم، وطولت عليكم معلش. متشكرين.